الخلل؟ أين الخلل؟ يعالج الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. أين الخلل؟ انتظروه كل سبت على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بالخير والخيرات، وأهلا وسهلا بكم معنا على إذاعة وطني. نحن اليوم السبت 20 فيفري 2016، والموضوع تاع الندوة تاع اليوم هو الحقرة في الجزائر والتغيير. دون إطالة، مع الأخ نوري من إسبانيا في انتظار هو أنه يلتحق بنا إخوة آخرين. الأخ نوري، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ نوري، إذن كما عنونا الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحقرة. وش هي الحقرة؟ وش هي الأنواع نتاعها؟ نعم، شكرا الأخ نوري. أولا هذا الموضوع اليوم هو في الحقيقة حتى يعلم الجميع، هي أصبحت ظاهرة اجتماعية منتشرة كثيرا في المجتمع الجزائري، وأصبحت تغرز غرزا في جميع بناء في جميع خيوط البناء الاجتماعي، وأصبحت يعني مشكلة كبيرة عويصة يجب التطرق إليها والكلام عنها وعن كشف يعني أسرارها وأسباب انتشارها. أولا نبدأ إلى التعريف كالعادة، التعريف اللغوي للحقرة. فأنا لما بحثت عن هذه الكلمة مثلا وجدت أن مصدر هذه الكلمة هناك فعل احتقر والفعل حقر. نعم. فمصدر هذه الكلمة هو فعلا هو الفعل احتقر أو حقر، واحتقر يحتقر احتقارا، والفاعل هو محتقر والمفعول هو المحتقر، وأما الفعل حقر فنجد يحقر حقارة حقرة وحقرية، فهو محقور، والجمع انتع الحقير هي حقار. في التعريف اللغوي لهذا الفعل الذي هو مصدر هذه الكلمة سواء كان احتقر أو حقر، هو بمعنى استهان أو استصغر، كما جاء في لسان العرب كذلك الحقر هو الذلة. وإذا تطرقنا إلى معرفة مرادفات كلمة احتقار أو الحقر مثلا أو حقر أو احتقر، نجد مثلا من مرادفاتها هو الاستصغار، الإهانة، الإدلال، الاستخفاف، الازدراء، القهر، الإخضاع. وضد هذه الكلمة نجد مثلا الاحترام، الإكرام، الإجلال، الوقار، التعظيم، الرفعة، العزة، الفخامة، ومفردات أخرى كثيرة كذلك. نعم. الأخ اسمه جات في بالي وانت تتكلم واحد المصطلح هكذا، مش مصطلح يعني كلمة يقولوها هكذا الجزائريين، يعني هو مثل يقولوه الجزائريين، العود اللي تستصغروا والله تحقروا يعميك. نعم، هو مثل شعبي معروف يعني
على ما أظن في كل المجتمعات العربية هذا المثل يعني معروف يعني. طبعا هذا كمثال حتى يوضح يعني مفهوم الحقرة كذلك. الآن إذا أردنا إلى التعريف الاصطلاحي لهذا المفهوم، الحقرة هي في الأساس هي سلوك وهي سلوك مذموم، يعني سلوك لا يقبله الإنسان، يعني الواعي الإنسان الراقي، ويصدر من عمق نفسية الإنسان. يعني لو تبحث أي إنسان يبحث في الحقرة هذه من تنبع منين جاية، تلقاها تنبع من عمق نتاع النفس البشرية. وكما كنا تكلمنا في الموضوعات السابقة، النفس البشرية من السلوكات اللي فيها يعني السلوكات المحمودة والسلوكات المذمومة، يعني كنا تطرقنا لهذه القضية. فبالتالي هي سلوك مذموم قد يكتسبه الإنسان أو قد يعني يغرس فيه عن طريق ممارسات نتاع نظام نتاع استعمار نتاع ناس نتاع بشر وما شابه ذلك. لأن هاد الظاهرة الاجتماعية، احنا قلنا الحقرة الآن هي سلوك مذموم يصدر في عمق نفسية الإنسان عندما نتكلم على الإنسان على الفرد كفرد. أما كما نتكلم على المجتمع هي تصبح ظاهرة اجتماعية، يعني هاد السلوكات لما تنتشر في جميع الميادين في جميع يعني البناء الاجتماعي للمجتمع تصبح ظاهرة اجتماعية. وهنا شكون اللي يتطرق لها ويدرس لها الظاهرة الاجتماعية؟ هم علماء المختصين في علم النفس الاجتماعي اللي يتطرقوا لهذه القضايا لما تنتشر في المجتمع. لما تكون مختصة فقط على الفرد، يكون إنسان حقار كفرد، يتطرق له الإنسان العالم النفساني فقط. هذا باش نوضح ما بين يعني كيفاش تكون كسلوك مذموم في الإنسان وكظاهرة اجتماعية نفسية في المجتمع. بالتالي في التعريف الاصطلاحي، الحقرة هي سلوك مذموم يصدر من عمق نفسية الإنسان، يكون عن طريق اللفظ يعني بالكلام، أو كذلك عن طريق الكتابة، أو كذلك عن طريق المعاملة والتصرف والمواقف. يعني كالإنسان يقدر يحقر واحد الإنسان بالنظرة فقط، مثلا ينظر له نظرة حقيرة مثلا. فهذا التصرف الذي يصدر من إنسان إلى إنسان آخر يكون عنده قصد، يكون عنده هدف. القصد منه هو الاستصغار أو الإهانة أو الدل أو التهميش أو التعسف أو الإقصاء أو ما شابه ذلك. وتصبح كما قلنا هذه الظاهرة اجتماعية عندما تنتشر في جميع الميادين الإدارية والمسؤولين. يعني نقدر نقوله مثلا باش نبسط الأمور للإخوة اللي ربما ما يفهموش اللغة العربية، الله غالب ربما ما قراوش والله، ولكن يحبوا يفهموا يحبوا يعرفوا، نحاولوا نبسطوا لهم الكلام يعني بلغة كما نقولوا مقبولة. هكذا مثلا واحد يكون لابس مليح ويكون راسه فارغ، يعني راسه ما فيه سوج معلومات، لابس مليح ظرف فيها كوستيما، نتكلموا بالدرجة الجزائرية تاع الفرنسية المكسرة والعربية المكسرة، واحد لابس كوستيما وداير كرافاطة، أي يشوف واحد هكذا قال مثلا هذاك الشخص هذا كيكون ماهوش هو لابس مليح يحتقره، رغم أنه هذاك الشخص هذاك اللي ربما هو ما راهوش لابس مليح قادر يكون هو راهو دكتور في مادة من المواد النادرة، وهذاك الشخص اللي راه هو لابس بذلة يعني ودير ربطة العنق وإلى غير ذلك وظرف فيها تحفيفة نتاع واحد من الغرب، راهو يشوف في روحه هو باللي راهو فايق لهذاك الإنسان هذاك وفايتو يعني بسنين ضوئية، ولكن هو في الواقع عكس ذلك. يعني هذاك الإنسان اللي راهو هو صداراه ولا راهو هو احتقره ولا راهو هو أهانه ولا راهو هو ذله، هو راهو أكثر منه رفعة وأكثر منه مكانة في المجتمع. ولكن للأسف الشديد هذيك العنجهية نتاع هذاك الإنسان هذاك العريان اللي راهو لابسه هو بذلة وديروحه باللي راهو كذا، هو يعني ذاك الضعف نتاعه هذاك الجهل نتاعه هو خلاه باش يحتقر هذاك الإنسان اللي ربما راهو هو يعني راهو أكثر منه مكانة. تفضل الأخ نور. نعم شكرا أخ نور.
نعم، هذا يعني ضربت انت كمثال لتوضيح المعنى الاصطلاحي اللي رانا نتكلموا عليه، ويوضح يعني كمثال يوضح هذا المفهوم هذا. كذلك في المفهوم الاصطلاحي نتاع الحجره، هي في الاساس هذه الحجره هذه نابعه من وهم، هي كان وهم يدور في العقليه نتاع الانسان، من وهم فكري، وهذا الوهم الفكري هذا هو في الاساس مسموم، يعني ماهوش صحيح، فيه خزعبلات، فيه امور مشكوك فيها، فيه يعني ماهوش فكر صحيح، ماهوش يعني مرتكز عليه بالدرجه الاولى من اساس، من صلب فكري صحيح. وبالتالي هي في الاساس نابعه من وهم فكري مسموم، وهذا الوهم هذا اللي راه موجود في العقليه نتاعو يؤثر على نفسيه البشريه، يؤثر له على النفسيه نتاعو، لان العقل عنده علاقه مع النفس. نقدروا نقولوا الحجره هي الاستهزاء. نعم، قلناها من قبل، هي الاستهزاء، هي الاستخفاف، هي الاستصغار، هي الاهانه، هي الذل، هي الاقصاء، هي التعسف، هي كل هذه الامور. واللي حنا نتكلموا منين تنتج، يعني الاساس نتاعك كيفاش تنتج. يعني درك نجيو ان شاء الله واحده واحده. الاخ نوري، الاخ نوري الان درك بعد ما عرفنا هذا المصطلح هذا نتاع الحجره، عرفنا التعريف نتاعو، يا هل ترى فيها انواع نتاع الحجره؟ نعم، شكرا. هو في الحقيقه الحجره قد تجدها في كل الميادين، في كل التصرفات، تجدها يعني في الأسرة، تجدها في العمل، تجدها في المؤسسات. يعني قال مثلا ذركا، مثلا نقدر نقوله مثلا حجرة إعلامية، مثلا وسيلة إعلامية، مؤسسة نقوله مثلا قناة فضائية عندها صحفيين وعندها إمكانيات خارقة كما نقوله للعادة، وفي المقابل وسيلة إعلامية قال مثلا ما عندهاش امكانيات كذا، تلقى ربما الناس هذوك اللي راهم في القناه الفضائيه هو انهم يحتقروا هذيك الوسيله الاعلاميه الاصغر منهم. نعم، كما كنت جبت المثال نتاع سابقا الانسان هذاك اللي يدير الكوستيم والناس تشوفه بالمظاهر، نفس الشيء ينطبق على 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 على, على, على الصحف، على الاذاعه، يعني الاذاعه اللي تمولها الدوله وتبان وتظهر وعندها ظهور وجميل وكذا، يعني تحقر ذاك الصحيفه او ذاك الكاتب او ذاك المفكر او ذاك الاذاعه اللي ربما عندها وسائل بسيطه، حتى ولو كانت عندها افكار قيمه وتقدر تفوق الاذاعه الاخرى. هذا طبعا يدخل في قضيه، ولكن انا اردت ان نعطي ثلاث انواع من الحقره الموجوده يعني في الاساس. هذا حسب رايي طبعا، يعني كل واحد حر في رايه. نعم، انا ارى ان هناك ثلاث اقسام او ثلاث انواع من الحقره. أرى النوع الأول يتمثل في القسم السلطوي أو المسؤوليات العليا، سواء كانت السلطات السياسية أو السلطات العسكرية. يعني الحجرة الموجودة في القسم السلطوي نقدر نقول مثلا موجودة في الرئاسة، في الحكومة، في المجلس الدستوري، في البرلمان، في الأحزاب. هذوهما راهم يحقروا الشعب. نعم، يعني نقسمها ثلاث أقسام يعني حسب المستويات. نعم، نقدروا نسميه حجرة الشعب. نعم، يعني هذه الحجرة اللي يمارسوا هذا القسم من هذا النوع تختلف عن القسم مثلا اللي موجود مثلا في قسم الإدارة والمؤسسات. هذا نعم. نوع آخر يجي بعد القسم السلطوي. الإدارة والمؤسسات فيها حجرة، هذه معروفة، البيروقراطية، كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش يهمشوا الناس، كيفاش ما يعطيهمش قيمة. هذه كذلك تستخدم نوع آخر من الحجرة يختلف عن النوع اللي موجود. هذه نقدر نقولوا الحجرة الإدارية. نعم، الحجرة الإدارية أو حتى في المؤسسات، مؤسسة الشرطة، مؤسسة الدرك، مؤسسة الجمارك، مؤسسة يعني كل المؤسسات العمومية الموظفين الموجود فيها. وكان كذلك قسم آخر نقدر أنا نقول القسم الثالث، وهو القسم الشعبوي البسيط، يعني سواء كان في الشارع، سواء في المعاملات الحياتية، سواء كان في الأسرة، سواء كان يعني في كل الأمور نتاع الشعبوية الموجودة العادية هذه. يعني نقسم لها الثلاث أقسام. ونقدر نضيف مثلا الحجرة الطبقية. الحجرة الطبقية كذلك موجودة، يعني كان الناس اللي هم يعتبروا روح من الطبقة العليا وعندهم أموال وراقيين وأصحاب فكر وأصحاب كذا وكذا، يحقروا الطبقة مثلا اللي هي مثلا متواضعة، أو يعني كما نقولوا احنا فقيرة، أو عندها على حسب حدها، أو مثلا يعني ما سمحلش الوقت أنها تتعلم
وتجتهد، فهذه نقدر نقول هذا النوع من الحجرة الطبقية. كذلك كان هناك نوع من الحجرة الجنسية ما بين الذكور والإناث. نعم. نجد كثير من الأمور أن الرجال يحقرون النساء ويمشيوا بالفهم الخاطئ نتاع الرجال يقومون على النساء، وحتى المفهوم ما فاهمينوش مليح، يعني يكون يجيب بحث عليه. كذلك كان الحجرة الجهوية مثلا، كان الحجرة المهنية خاصة عمال النظافة، شوف كيفاش يحقروا فيهم ويعطيهمش قيمة، وهما يعتبرون من الناس يعني الموظفين اللي عندهم أهمية كبرى في البلدان النامية. وأضف إلى ذلك من الأنواع، هذا ما الذي أضيف فيه من خلال الأنواع، وربما نعطي الفرصة للإخوة يزيدوا يضيفوا كلامهم. نعم، شكرا الأخ نوري من إسبانيا. تفضل الأخ عيسى من كندا، مرحبا بك أخ عيسى، هل تسمعوني؟ نعم. تفضل الأخ عيسى، نحن ما زلنا في بداية البرنامج، الموضوع تاعنا اليوم هو حول الحقرة في الجزائر والتغيير. سمير ما تحقرنيش، راني على المباشر. الآن الأخ عيسى رانا نتحدثوا عن الأنواع نتاع الحقرة، تفضل. أولا السلام عليكم الإخوة الحاضرين والإخوة المستمعين من داخل الجزائر وخارجها، إلى كل الجزائريين الشرفاء والأحرار، أهلا وسهلا بكم في راديو وطني، وأهلا بك الأخ نور الدين. الله يسلمك. الحقرة أول شيء أنا ما لحقتش على الأول، بصح نزيد كلمة في التعريف، أنا ما سمعتكمش على الأول العشر دقائق الأولى ولا العشرين دقيقة الأولى. أنا بدل الحقرة هي أول شيء مرض نفسي. هي مرض نفسي يعني، والحقار هذا عنده عقدة نفسية منذ الصغر، معقد بعد، هو في ذاته معقد. كي يجيو الأنواع كما ذكر الأخ نوري، عدة أنواع، منها السياسية تاع جماعة السياسة يحقروا بعضهم، اسمها والحقرة، وخصوصا اللي راح نعيشوها هنا هي الحقرة بين نعم مجتمع الشعب في بعضها. كاينة الحقرة تاع لاغاتسيون، وبيان تسميها لك بالفرنسي ثاني لانتيميداسيون. الانسان حتى تلقاه مولاد صغار في ليكول، في المدرسة، في الابتدائي مثلا، تبدا من ثم لانتيميداسيون. لا، لانه تلميذ صغير مازال في عمره 10 سنين و12 سنة، انه يحقر هذاك الطالب اللي معاه يقرا معاه. كاين احتقار بين المرأة والرجل، انه الرجال يحتقرون هذا السيدة في المجتمع نتاعنا، انه ما يعطوش قيمة للمرأة، خلاص كاين ما يعطيهاش كأنها بشر. كاين في بعض الناس اللي يقولوا حاشاكم، كي يقول المرأة يقول حاشاك، تلمو وين وصل. اسمع، فكرتني بنت اكرمكم الله. يذكر المرأة نتاعو حلال وحرام، وهو يقول اسمع. لا كي يقول لك وزمو شمو زعما شغل يجبد المرأة، يقول لك اكرمكم الله. زعما شغل حاجه نجسه، وزعما شغل كي يقول لك اكرمك الله، يعني شغل الحاجه حشاك، يعني بالتعبير اللي كنت تقول فيه انت. كأنه ذكر حشاكم كل سبحان الله. وكاين نساء يحتقرن الرجال ثاني، نعم، هذه ما نسوهاش ثاني، مش غير النساء ضحيه، حتى هما انه واحد كي يشوفوه مثلا خدام ويديه مسخين، وانسان خدام بعرق كبير وبالحلال كيما نقولوا، يحتقروه. وكي يشوفوا واحد عنده غير طوموبيل مليحه والو، هذا أسوأ الناس، يعطوا له قيمه. هذا كوتي تاع النساء ولا الرجال. نعم. ثاني كاينه قلت لك هذه الحقره بين المراه والراجل اون جينيرال. حنا كي نهضروا على الجزائر وبالخصوص الجزائر انه في الطريق الرب السيدي، في واحد يصوب في الطوموبيل، عنده طوموبيل توصوب فيها سيارته، يحتقر اللي يمشي على رجليه. سمي بالو هذاك اللي يمشي على رجليه ماهوش انسان قدامه. وكاين اللي يحقر حتى اللي راهو يسير بالسياره، يعني تكون عنده سياره نتاع واحد، قال مثلا ما على باليش انا اوندروفر ولا، ويشوف واحد عنده قال مثلا ما على باليش انا ارديزويت ولا ما على باليش انا، يحقروا. هي
ما عندوش طوموبيل مليحة يحتقروا، عنده هذيك ما نعرف قول أي طوموبيل سيدي، أي سيارة تكون فخمة تلقى الناس كل تخلينا في الطريق. واحد عنده فيلا يحقر، عنده يحقر واحد اللي عنده راهو ساكن في الباطيمات، واللي راهو ساكن يعطس في ساكن في الباطيمات يحقر واحد اللي راهو ساكن في لي بيدون فيل هذوك، والى غير ذلك. سمعت هي الأنواع كثيرة وصفاتها كثيرة، وثاني الحقرة اللي تضر هي بين الأقرب بين الفقير والفقير، هاي اللي تضر بزاف. وكاين بعض أغنياء متواضعين وبعض الفقراء يحس في روحه ما عرف منين جا هو، ما الله غلب سماك. كاين طبقات، طبقة تحقر طبقة. وفي الجيش كان الحجر ولا ما كانش؟ يا حسرة، في الجيش كاينة تدخل فيها حتى الطابع الجهوي، كاينة نشوفه. نعم. سمعت في الجيش الرتبة تسمى تلقى واحد جنرال يحقر كولونيل، وكولونيل يحقر كابيتان، وكابيتان يحقر جودان، ولا جودان يحقر السرجان، والسرجان يحقر الجندي، وهكذا. هو الجندي تاع الشعبي. وزيد كاينه ثاني حاجه اخرى يقول لك، كاينه واحد اذا تحبوا تفسروها الجندي كي يكون في الطريق وداير باراج، يروحوا جنرال على الشعبي. جنرال، ايه باتريوت، هذاك حط روحه ثاني جنرال، حتى هز تحته فوشي، هز فوق ظهره فوشي سما تاع سياده، مش حتى لا آلي ولا شيء، يعني غير فوشي يحس روحه رامبو على الناس. حتى كاين واحد اللي هي يقول لك صراط صح، يقرا البيرمي باهي يفيري في الكوار تاعك، يقراه بالمقلب ما يعرفش حتى يقرا. سمعت يحط روحه رامبو في هذه، شفناها في وقت الأزمة الجزائرية وقت المآساة، ناس يزيد يغطي وجهه، والحقرة الكبيرة، الحقرة الكبيرة اللي حكوا عليها الناس واللي عاشوها هي حقرة التعذيب، ناس يعذبوا في ناس هكا التلذذ، يعني كي شغل يتلذذ هو يعذب في هذاك، وسورتو انه خوه جزائري يعذب فيه، يسمى ما يعطيش حتى قيمة، كأنه انسان يضرب، انسان اللي يضرب كيما لاغريسيون مثلا، ما لقيتش الكلمة تاعها بالعربية، لاغريسيون واحد مثلا يسرق واحد يبراكيه، البراكاج لاغريسيون هذه كل تدخل في الحقرة، يعني انسان عنده شويه قوه يشوف واحد الله غالب شويه يبراكيه في شو كاين، ينحي له البورتفاي تاعه ولا ينحي له حوايجه ولا، المهم هذه دوكا عاد سيده في الجزائر، نعم سيده بمجموعات نعم المهم انت الاخ عيسى راك رحت لنا شويه، غصت شويه في الموضوع، مازال النقطه دي رانا جايين لها دركا بعد ما نزيدوا ربما انواع نتاع الحجره. سمعت انا هذه باه نلخص الانواع، كاينه انواع حجره تاع سياسه، يعني ما تكونش، المهم كاين يعني رئيس حزب كبير يحقر رئيس حزب صغير، حتى اذا كان رئيس الحزب الصغير هذاك ربما راه يمتاز عليه هو بافكار ولا برنامج ولا كذا، يمتاز عليه بكلش، يعني يمتاز نقولوا مثلا هذاك رئيس الحزب الكبير قال عنده شعبية ولا عنده إمكانات ولا مثلا معروف في وسائل الإعلام يحقر حزب صغير. قول له ايه ما يبانش قدامه، لانه الاخر يبان وهذاك ما يبانش، سي نورمال يحطوا هذاك، يقول له انت وين كنت، احنا ويعرفونا الناس، انت شكون اللي يعرفك، هذه الاخره خلاص. انت يقول له شكون اللي يعرفك، انا يعرفوني انت ما يعرفوكش، يعني هذيك من حب الذات، هذيك الانا، هذيك الزعامه، هذيك انا نعم. والله كلش، وانا نشوفه فيها في الاحزاب اللي راهي عندنا. وكاتب قال مثلا كاتب بين قوسين، كاتب كبير يحقر كاتب صغير، صحفي كبير بين قوسين يحقر صحفي صغير، بمعنى القوي يحقر ضعيف. كل ضعيف، القوي كل ضعيف، هذه اللي راهي عايشه في الجزائر، وهذه السيده درك، هذه السيده عندك المعرفه، وعندك عندك هذيك تاع التليفون، هذيك اسمها خلاص، واحد ما يوقف لك في الطريق غير تليفون. تيماجين واحد ينحي له الكوارت، جدارمي دركي ينحي الواحد كوارتو يتليفوني ويقول له وش ربحت انت، واش هاني رجعت البيرمي نتاعي، وش ربحت،
يسمى حتى تطبيق القانون فيه الحقرة، تطبيق القانون بعد ينحي لك البيرمي التليفوني الواحد بلا سماس. انا قالها لي واحد بلا يتستير يقول له رجع البيرمي للفلان، يرجعه له ثم سور بلاص، وهذا كي يرجع له البيرمي يقول له انت واش ربحت؟ نعم اسمكم نعم ارجع شكرا الأخ عيسى. نمر للإخوة الآخرين، الإخوة الأكارم، شوية في مسألة الوقت، فقط كل واحد منكم يجتهد على جل باش يكون، مانيش معاك الأخ عيسى، المهم كل واحد منكم يجتهد على جل باش فقط في مسألة الوقت، يحاول ياخذ 5 دقائق على جل باش ما نثقلوش على الإخوة اللي راهم يستمعوا فينا، وأيضا حتى باش يكون الحوار يعني متكافئ الفرص. الأخ أخ أمين من قسنطينة، عيسى الميكروفون، أخ أمين من قسنطينة. راح نقول لك حاجه برك على الراديو الوطني، راني كي دخلت قبيل انا اول ما قبل ما ندخل سكايب، راهو كاين واحد النوع من اختلاط في الاصوات بين بيبليسيتي وصوتكم وصوت لا كونفيرونس. دوك نعاود نشوف ونكتب لك. يلا تفضل. تفضل الأخ أمين من قسنطينة، تفضل. أخ أمين، نحن في بداية البرنامج، موضوع تاعنا اليوم هو حول الحقرة في الجزائر والتغيير، درنا تعريف حول الحقرة، والآن رانا نذكر في بعض الأنواع نتاع الحقرة الموجودة في المجتمعات، يعني تفضل. ألو ألو، تفضل الأخ مولود من بريطانيا. أخ مولود، مساء الخير الأخ نوردين. مساء النور. سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييك ونحيي كل الإخوة اللي راهم معنا الحين في الداخل والخارج. الله يبارك فيك. درتوا تعريف ولا؟ نعم درنا تعريف، الآن رانا نتحدثوا عن الأنواع نتاع الحقرة، ومن بعد ندخلوا في الجزائر. الجزائر يا هل ترى كي نعرفوا احنا تعريف نتاع الحقرة ونذكر الأنواع نتاعها، يا هل ترى هذا الشيء اللي احنا كنا نعرفه فيه، هذه الأنواع اللي كنا نذكره فيها، هي موجودة في الجزائر؟ يعني أنا في مقطع الأنواع. نعم. أوكي. قلنا باللي كاين الحقرة نتاع الشعب. نعم. حقرة النظام. حقرة المواطن للمواطن. حقرة العسكري للعسكري. حقرة الإعلامي للإعلامي، حقرة القاضي للقاضي، حقرة السياسي للسياسي، حقرة رئيس الحزب للرئيس الحزب، يعني اختصارا حقرة القوي للضعيف، حقرة الغني للفقير، حقرة فقير شوية الخوه الفقير، حقرة الرجل للمرأة، حقرة المرأة للرجل، قادرة تكون حقرة الابن للابن تاعو، قادرة تكون حقرة الاب للابن تاعو، وهكذا. لا هي المصطلح الكلمة يعني في الجزائر لما الإنسان يذكرها يتبادر في الذهن تاعنا، لما نقولوا إنسان حقر واحد أي حارو يعني مارس عليه شيء من الضغط، إن لم أقل مثلا اعتداء جسدي عليه. إحنا هذا هو، إحنا في العاصمة مثلا لما نقول إنسان حقر إنسان معناتها يعني بادره بالضرب، يعني حقره، شافه ضعيف، ضعيف من أي ناحية، يعني ضعيف من ناحية الاجتماعية، من ناحية الجسدية، من ناحية يعني من كل ناحية، وين الإنسان هذاك اللي يبادر بالضرب يشوف أنه قوي في الناحية هذه فيضغط عليه. أما يعني المعنى تاعها كما يعني كان تعريف تاعه في عند العرب بيحتقر شيء هو يعني استصغره أو استعان به أو يعني انظر إليه نظرة ازدراء. نعم استهتار. يعني نعم. والأنواع هذه كاين بزاف، مثلا إذا عرفنا بهذا المعنى هذا يعني المعنى اللي ذكرته مؤخرا في اللغة، أن يقدر إنسان مثلا يدخل في يعني في البرنامج تاعك ويشوف مثلا البرنامج ويشوف الناس لما يتحدثوا، يعني شغل يحقر يعني البرنامج، يعني شغل يصر، يعني ما يعطيش قيمة، يحتقره. يقدر إنسان يحتقر شيء، يحتقر عمل انت قدمت له مثلا هدية هو احتقرها. واحد يقدم برنامج
باش يعني يكون فيه خير للعامة، يعني يحتقروا واحد يقدم مشروع يحتقروا، يقول هذا المشروع هذا ما كان والو، يعني يحتقر فكرة واحد إنسان مثلا يعطي فكرة هكذا يقول هذا ما نسمعوا له، يحتقروا يحتقر خطر مثلا، خطر يكون مثلا على دولة أجنبية ولا مثلا عدو راهو مثلا يتربص، حنا نحتقروا يعني الخطر هذا لا نولي اهتمام، وتكون الصدمة لما تكون يعني الواقعة. يحتقر المطارة، يحتقر بزاف أشياء، يحتقر الأكل مثلا، يدخل إنسان يعر واحد ثم يعني يقدم له يعني الأكل، في يعني يحتقره ويقول أنا ما ناكلش، يقول له كليت في الفن ثاني، بزاف أشياء في الفن، بزاف. في الفن مرات، وإن انك تشوف انت مثلا، حتى راه كاينه موجوده بعض التسجيلات منشوره في الموقع نتاع اليوتيوب مثلا، مرات وين انه يجي يدخل مثلا طفل صغير هكذا، او مثلا شخص بالي نتاع ثياب، والله يدخل يحتقروه في البدايه، بعدين هو يبهرهم بهذاك الاداء نتاعو، سواء فيما يتعلق بالموسيقى ولا بالصوت نتاعو، يبهر هذاك الجمهور. مثلا المباراة تاع فلسطين الجزائر، نعم حنا مسبقا احتقرناها، انا اقول لك ما شفتهاش نعم بصح واش خلات يعني تقصد الأثر تاعها. الاثر تاعها يعني كانت صدمة قوية. انا استصغرت المقابلة، قلت مقابلة ودية يعني كأيها يعني كأي مقابلة، يعني استصغرناها يعني هكذا، ليس من باب الحقرة يعني. نعم ثم كانت يعني الاثر تاعها كما تفضل، كان اثر حقيقه، كان لها وقع كبير في يعني في نفوس، اقول نفوس الناس، ليس فقط الفلسطينيين ام الجزائريين، هذا من الانواع، وكاين انواع كثيره. نعم مثلا انسان يحتقر ان امراه يبادر لكي يخطبها مثلا، يشوف مثلا العائلة تاعها يعني الواقع الاجتماعي تاعها، ويشوف الإمكانيات المادية تاعها، فيحتقر، يقول هذه عائلة ليست يعني عائلة من طراز. الاحتقار عنده أنواع كثير يعني، لما صغر شيء، وحنا عندنا كثير يقول لك الكود اللي تحقره يعنيك. نعم شكرا الأخ مولود، شكرا الأخ مولود. الميكروفون تفضل سمير، ومن بعد نجي لك الأخ سعيد. تفضل الأخ سمير من أمريكا، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الأخ سمير. ألو ألو أخ سمير، هل تسمعوني؟ ظهروا أنه عندك خلل الأخ سمير في الميكروفون. تفضل الأخ أمين. أمين أعطيتك قبيل الكلمة، وللأسف الشديد ما أخذتش الكلمة. تفضل الأخ أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم أخويا. حبيت نبدأ من البداية كما بدأوا خاوتي إن شاء الله، هي بالمعنى تاع كلمة الحضرة، تعريف حافل في اللغة. لا 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 الأخ أمين، على جال باش نربحوا الوقت، ما يبقاوش خمسة ولا عشرة ويردوا في نفس الكلام. لا 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 لا، إذا كان كاين شي ما تقالوش الإخوان تزيدوا ضيفوا، عجل باش نمشيو للأمام. لا نختصر المسافات خويا نور الدين، سامحني ربي يرضي عليك. تفضل. هي تسمى لغة، بعد المعرفة كل معاني تاع كلمة الحجرة، هي تؤدي إلى دل. تعريف تسمى المؤلف تاع كلمة الحجرة هي الدل. إذلال. ندخل في اللغه بامور بخلاف، وشنو هي؟ كاين امثله بزاف تاع الحقره، وشنو الاساس تاعنا؟ هي انه كاين حقره الراجل، كاين حقره المراه، كاين حقره كذا، وشنو المبدا؟ انه كيفاش حتى انه كاين عقليه تاع اننا نقدر نحقروا، ولا نقدر نخليو انفسنا باه نحقروا، ولا باه نسيروا نحو العقليه تاع الحقره. يا هل ترى بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة؟ أفهم معايا أخويا نور الدين؟ نعم.
درك لهنا تسمى الاشكاليه. كاين الحقره اللي تسمى الحقره، هي على كل حال تسمى بنظريه علميه، هي ظاهره تسمى نقدر نقول نفسيه، ما تسمى ظاهره مرضيه. نعم. لانه الحقار هذا يكون تسمى من النشأة نتاعو، عنده النشأة نتاعو في مجتمعه، في اموره، في مدرسته، في طبيعته، حتى لوين وصل من بعد، حتى وين قدامنا. وكاين حقره اللي تسمى كيما نقولوا تتفرض على الانسان. الحقره اللي تتفرض على الانسان انه كاين انسان الخالق، كاين حنا نعرفوا باللي الناس ماشي الناس كل تحمل كل شيء. كاين اللي ما يتحملش امر يفرضوا عليه يطبق، اش تم بعد يتحمل المسؤوليه. هذه من جهه، من جهه تاع نشأة الحقره. تسمى الحقره تنشا من العائله، تنشا من المجتمع، تنشا من الاداره، تنشا من تسمى كي نقولوا المجتمع. المجتمع هو ما يشمل، لانه الموضوع تاعنا هي الحقره في حدتها. المجتمع يشمل عده جوانب، من بينها العائله، من بينها الاداره، من بينها تسمى كما نقولوا المصالح العامه اللي تعامل المواطن، من بينها امور عده. هذه هي تسمى اللي حبيت نقول في الباب تاع الحقره هذا. وعندنا تاثيرات، عندنا تاثيرات تسمى داخليه، وكاينه تاثيرات خارجيه. كاينه تاثيرات داخليه تسمى من كل فرع الاصل تسمى كيما نقولوا يجبد. وهذه هي كان الحقره في الجزائر. والحقره يعني بكل صراحه في الجزائر، كان نوليو تسمى نختصروا، حنا الحقره ولينا نستعملوها كطريقه في التربيه. يمكن لغينا طريقة معينة، مانيش عارف شنو هي بالضبط، وشنو حطينا في بلاصتها كلمة وسمها الحقرة. معناتها انه تحب تروح الإدارة، تحب تروح البلدية، لازم يكون عندك فلان في البلدية. تحب تروح لفينونس، دار مديرية الضرائب، لازم تكون عندك فلان في مديرية الضرائب. حتى من تسمى من أنظف المديريات اللي هي أنظف مديرية الحماية المدنية، تسمى اللي الخدمات كيما نقولوا انسانيه، ايمانيتي نسبه كبيره، وهكاك وفيها نسبه كبيره من الحقره. صدقني يمين بالله، كاين اوفيسي تشوفوا زي ماشي عامل تسمى لي سيرجون، لي سيرجون شاف ولي زاجيزون الامورات هذيك تبقى بلا دماغ. الكوموندو ما نهضروش، تريزوري راه هضره حاجه بخلاف. وهكا في الادارات عامه تسمى الحقره هي مفهوم تاع ان الروايوم. إن الروايوم يكريوها الناس، الناس هادو يكريوها في الإطار اللي راهم شاملين. إذا مثلا اللي حاكم الجمارك راه مداير الروايوم تاع الجمارك تاعو، مداير الحقرة كيما يحب، اللي يحبها تمشي تمشي، اللي يحبها ما تمشيش ما تمشيش. كاين في الحماية المدنية، كاين في الشرطة، كاين في الدرك، كاين في الجيش، كاين في كدا، كاين في أمور بزاف، مع إنه ما علينا ما نتفرعوش. نعم، هذا هو الحقره في حدتها. ثم هنا كي نحبوا نناقشوا الموضوع تاع الحقره، نحبوا نقولوا اننا حنا كمواطنين، كجزائريين، كنحبوا صلاحنا، ثم كنحبوا الوطن هذا، ثم بالمنطلق هذا لازم نلقاو الطريقه اللي تخلينا كيفاش نعرفوا كيفاش نتعاملوا، ما نعاملوش، ما نديروش الشر. لانه صعيب باه دير الخير، بس دير الشر سهله. نعم، شكرا الاخ امين. الاخ سعيد من اسبانيا، مرحبا بك. الاخ سعيد، نحن الان في النقطه اللي تتعلق بالحقره في الجزائر، يا هل ترى توجد الحقره في الجزائر وين نقدر نلقاها؟ تفضل الاخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دونك سول فلاون، الله يبارك فيك. دونك اولا دونك سمعت بعض اخوانك اللي هضروا على الحقره كمفهوم. نعم. اولا الاخ نور الدين، الحقره هو مصطلح جزائري. نعم. دونك ما تنتش تلقاه دونك المصطلح الجزائري، يعني يجمع جميع الكلمات، الاقصاء، التهميش، البيروقراطيه وما الى اخره. اولا دونك باش ندخلوا ديريكت مباشره في الموضوع، على
حول الحقرة في الجزائر ما قدروش نعالجوا هذا الموضوع من الناحية الاجتماعية قبل مباشرة، ولازم المستمع الكريم يفهم هذه الحقرة جاءت من النظام، هذا النظام الشمولي. باش نبداو ديريكت مو في الحقرة، نعطيك أول مثال. أسبوع بعد استقلال الجزائر 3 جويلية 1962، بعد دخول الرئيس بن بلة من الجزائر، صرح أننا نحن عرب عرب عرب، قالها 3 مرات، وهذه الجملة بذاتها تعني الحقرة، لأن في 1962 70% من الشعب الجزائري يتكلم اللغة الأمازيغية. دونك من هنا بدأ الإقصاء والتهميش أكبر للبيبل أوتوكتون أون ألجيري. دونك من ديجا السلطة بدأت الإقصاء من هنا. وكلمة أيضا عندما نقول للأمازيغ حتى في اللغة العربية وبعض الأوروبيين عندما يقولون أننا بربر، يعرفون أنها سيبيجوراتيف، هي كلمة تعني السب للبربري، ويستخدمونها ولا يستخدمون كلمة أمازيغ. دونك هذه الكلمة بذاتها تعني الحقرة. دونك أكبر فئة في المجتمع مهمشة، وللأسف الشديد هناك أمازيغ معربون ودخلوا في هذا الفخ. دونك من ناحية ثقافية. أما الإقصاء الآخر الإقصاء الذي يهمنا اليوم، عندما نرى اليوم من يحكم الجزائر، من يحكم الجزائر سواء في الإيطاماجور في العسكر ولا في السياسة في الحكومة، نلقاو جميعهم من الغرب. وعلى بالكيس نوردين في 2003 هناك حكومة بوتفليقة فيها 13 وزير منحدرين من دائرة واحدة هي ندرومة. دونك هذا بذاته حقرة للشعب الجزائري. دونك لا يستطيع، دونك عندما تكون الحكومة دونك جهوية، دونك هنا أن 70 أو 80% من الجزائريين غير ممثلين في الحكومة، وهذا بذاته إقصاء للشعب الجزائري. أما الشيء عند سمعت بعض الأخوة تكلموا على الفيمينيزم، كيف تسموه؟ كيفاش؟ حقرة الرجل للمرأة. نعم. دونك هذا أعتقد دونك لازم يعرفوا بلي هذا ما تعانيه المرأة الجزائرية اليوم، المنبع تاعو بعض الإيديولوجيات المستوردة. عندما نرى أن عندما اليوم نرى بعض les obscurantistes كيف يسمون نوردي اللي جو ايديولوجيات اللي يحسبوا اللي يقولوا المرأة اللي هي خلق ضعيف، لا ليس لها. هناك من يسبون المرأة انه خلق ستانيتريمون دوزيام دوغري. دونك لاسباب دونك هذه الايديولوجيات وهذه المذاهب المستورده من السعوديه ومن افغانستان. والشيء الاخر باسكو على بالي نطلق الكلمة للآخرين، لا رياكسيون لبعض العربيين عندما ترسمت اللغة الأمازيغية. ما تشوفش باللي الكلام تاعك هذا فيه حقرة؟ هاتو لازم نعبر، باش ما رانيش نحكي. درك نعاود نرجع لك. شكرا للأخ سعيد من إسبانيا. تفضل سمير، أتمنى هو أنك راك صلحت الخط تاعك. تفضل سمير. نعم، السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. كما قلت لك الأخ نور الدين، مادام ذكرنا هكا موضوع تاع الندوة تاع اليوم، الحقرة هكا باللغة الدارجة تاعنا ربما تختلف من منطقة لمنطقة في البلاد في الجزائر. نعم. احنا عندنا ربما لو نترجمها أنا في واش نعرف، أنا الحقرة نترجمها العربية نقول هي الظلم. هل الموضوع يتعلق بهذا المعنى ولا معنى الاحتقار وازدراء كما تقول؟ الاحتقار والازدراء والاستهزاء وال يعني ما الاستصغار ظلم. هذا هو نوع الظلم. هذا وش هو؟ نعم، لان الظلم راه عام، لان نعم. الظلم يعني مفهوم عام يدخل فيه حقرة، كلمه شامله يعني. نعم تفضل.
نعم، إذا ما دامنا نهضروا على الاحتقار، لأن الحقرة معناتها أن الواحد يظلم غيره، يظلم غيره باش باستعمال سلطة معينة. تقدر هذه السلطة تكون بنية جسدية، تقدر هذه السلطة تكون سلطة معنوية، مثلا يكون أمير أو يكون هكذا اسمها سلطة معنوية إريتاج، أو تكون مثلا كما ذكروا الإخوة سلطة جنسية، نقدر نسميها مثلا كما ذكروا الإخوة الراجل يحقر المرأة مثلا، أو تقدر كذلك المرأة تحقر الراجل. نعم، فكما ذكروا الإخوة هو مرض يقدر يعتري أي إنسان بغض النظر عن ثقافته، بغض النظر عن ديانته، يعني أي إنسان يقدر يطيح في هذا المرض ويزدري غيره ويحتقره بأن يعطي له قيمة ليست قيمته. يعني يكون مثلا إنسان عنده قيمة مثلا عالية، لو نقوله مستوى 7 مثلا، هو يحبط حتى المستوى 3، وهو عارف أن الإنسان هذا يسوى رقم 7، من المفروض يتواضع له لا يزدريه. فمن هذا المفهوم نشوفوا أن الأنواع تاعو يعني تكون ربما تتعدد بتعدد الأسباب، أسباب اللي تخلي الإنسان يزدري، ربما يكون سبب الغرور في نفس الإنسان هذا محل اللي راهو يحقر غيره، أو يكون الكبر، أنه يتكبر كذلك. فهذا الأخ نور الدين اللي حبيت نقول، ونصحح الأخ اللي كان قبلي يحكي أن المرأة حقيقة، المرأة محقورة ليس لسبب عرقي، أو يعني عرق فقط مثلا في السعودية أو في أفغانستان، المرأة محقورة حتى هنا في أمريكا وفي كندا، المرأة دائما نظر يعني إليها على أنها حق محقورة، فقط ربي برك سبحانه اللي طالها قيمتها كما أطال الرجل قيمته. فالحق المرأة محقورة ماشي بسبب دين ولا بسبب ثقافة، ولا في عاداتنا احنا في الجزائر المرأة محقورة، المرأة يعني تكون زوجة أو تكون أخت مثلا، واحد يحقر أخته بالصيف عليها تغسل له حوايجه، بالصيف عليها تطيب له مثلا، أو هذه ثقافة في كل مجتمعات تختلف حسب العادات، ما عندهاش كامل علاقة بالدين ولا علاقة ببلاد معين جابها لنا. احنا في الجزائر نحقروا المرأة من بكري، ما نشفه ما محقورة، قليل اللي يمد المرأة قيمتها، وربما يمد لها أكثر من قيمتها. أو هذا واش حبيت نقول الأخ نور الدين. نعم، شكرا الأخ سمير من أمريكا. تفضل الأخ فؤاد من فرنسا، مرحبا بك. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعني مليح حسن. تفضل الأخ فؤاد. ليك الفضل. راه الصوت موجه لك. ألو. هكذا خير؟ هكذاني نسمع فيك أحسن، تفضل. أيوا. اسمح لي نقرب برك من الميكرو. أيوا. نعم. كنت نسمع واش كان يقول سي سمير، ولا سمحت نجاوبه قبل ما نقول شيء. نعم تفضل. نكمل في التفسير تاع الحقره ولا تاع الظلم. حبيت نقول سي سمير، يعني انا في الوضعيات تاع الحقه يشكي من الحقره. احنا في التربيه تاعنا، في الثقافه تاعنا، نحبروا من صغرنا ونتحبروا من صغرنا. كنت تعتمد المثل تاع الاخت اللي تغسل القش بدراع ولا طيب ولا كذا، الحقره نتربوا فيها. يعني تلقى الاب كي يدخل ولا الام تقول للطفله جيبي العشاء لخوك، يعني هذه كل عشناها، راح يغسل خوك. ولا لا كان طفل حبي يعمل غلطه باش يعاون امه حتى وتغسل امه، يقولوا هذه ماهيش خدمتك. يعني من صغرنا يحطونا في ديكاز، دونك حنا تعلمنا الحقره وتحكمنا من صغرنا، حتى الحقره تاع الطلاح
انا في رايي هذه غير باش ناليمونت يعني الحوار مع السي سامي، وباش نرجع دوك نشارك الحوار يعني بالنسبه للديفينيسيون تاع الظلم ولا تاع الفقر. الجماعه وكذا خيرهم اللي قالوا هذا مرض نفسي ما همش غالطين، ماهوش هيريتاج وماهيش كولتور، بس راه مرض متعمد. حنا رانا نكملوا في المرض هذا يعني جيل عقب جيل، نبداو صغار خلاص الديفو تاعنا حنايا نحقروا بعضنا، بعد نحقروا نفسنا باش نحقر الاخر، نحقر روحي يعني من صغرنا ما يعلمولناش نكونوا عندنا ثقه في الواحد. مرات على ذكر هذه الفكرة الأخ فؤاد، مرات هو أنه الإنسان تلقاه وراه عنده مستوى لاباس به، ولكن كما قلت أنت ما دام راه ما عندوش الثقة هذيك في نفسه يحتقر نفسه أمام الآخرين. أيوة، ويخمم بلي مازال ما وصلش، نعم بلا ما نجحش، كما يقولوا عنده قراية النقص. أيوة أيوة، هو بعد شي يفرح ناقص وباش يكبر نقولوها في باله، باش يشوف روحه بلي راه عنده قيمه في المجتمع، ما عنده غير عنصر مويان يحقر الاخر. ومرات لما يشوفوا انسان هكذا عنده ثقه في النفس وتلقاه ربما يواجه في ناس يعني هكذا يقول لك هذاك مغرور، هذاك مريض. ايوه ايوه نعم، وتسموا القيمه تاع الانسان تولي بروبورسيونيل للناس اللي يحقرهم. قد ما يحقر قد ما يحقر قد ما هو يخمم اللي قيمته تكبر، لأن يخلق الخوف وهو يعتبر أن الخوف هو قدر، قدر هو ما هوش قدر خوف. هذه بالنسبة للتربية يعني من صغرنا. نعم، درك هذا الشيء اللي كنا نحكيه فيه الأخ فؤاد، هل ترى هو راه موجود في الجزائر؟ يعني هذه الأنواع اللي احنا درك كنا نحكيه فيها، هل ترى هي كلها موجودة في الجزائر؟ وكل وكل وكل. نعطيك مثل سي نور الدين. نعم، كي كنت أنا في الجيش، نعم، أو كان واحد من الخاوة قال الكوماندو يحقر الكابيتال والكابيتال نعم. وأنا كنت كوماندو، نعم، ونكون داخل الجزائر صباح، نعم، ونشوف واحد سيفيل راح حبس البوست بوليس من البارير وجونتي ماهوش مخليه يدخل، ونشوف بلي المشكل ممكن عند الإطار يقولوها ساعة ساعتين هو السيد يتسنى، ونحبس ونهبط من الكروسة ونروح نقول وش كاين وش هو المشكل، ونهضر مع هذاك المدني ونقول له راه ادخل معايا دوك نفهمك المشكل تاعك. في الوقت هذيك في اللحظة هذيك هذاك الجندي ما يعتبرش بلي راني انسان مليح وما يعطينيش قدر اكثر من القدر تاع الكراد تاعي، يقول لك راه طيح من قدره. يعني ورا يعني كيش يقول لك سما معناتا بلي مرات هو انه الانسان لما يتواضع لخاوته هما يحتقروه، سما في بلاص يعتبروه بلي ضعف. ايوا دونك تقول لي هذا الظلم كاين، يعني بعباره واحده اخرى مرات هو انه المواطن هو يحب الحقره، ماشي يحبها باش يحبها، واحد ما يحب الحقره، حتى اللي يحقر ما يشتيش يحقر، يعني او فون يعني او فون ميمام في نفسه الحقره ما تجيبلوش يعني بليزير ولا ساتيسفاكسيون، كذب هذا. يقول لك باسكو الواحد اللي يحقر وتجيه بليزير كي يحقر ثم ندخلوا في مرض نفسي يسميه الصاديزم الفرنسي، ما واحد صديق اللي يفرح كي يظلم، ما كانش انسان نورمال يفرح كي يظلم ولا كي يحقر، دونك حتى الحقار ماهوش مليح في نفسه. ولازم نفرزوا بين يعني المريض النفسي الصديق والمريض الاجتماعي الحقار كيما حنا كل. بعد نقطة ثانية سي نور الدين باش نخصص نقطة ثانية، السوجي تاع الظلم ولا تاع الحقرة نجمو نحطوه ثاني يعني في ميدان سياسي، نسميه لا لوت دي كلاس، يعني من ليكو تاع ماركس وجماعة اللي شتيو هذا السوجي هذا ما يلقاو ليه ريفيرونس ماركس ولينين، يقول لك لا لوت دي كلاس ديما اكزيستات، كاين ديما كيف نقولوا
درجة تاع الاجتماع ديما لازم تكون سوبيريور درجة أخرى. كاين واحد الوقت كاين مدني يعتبر روحو خير من الريفي، كاين اللي قاري يعتبر روحو خير من اللي ماهوش قاري. اللي عنده المال يعتبر روحو خير من اللي ما عندوش، من الفقير. وتما باش نرجعوا للموضوع تاع الجزائر، لازمنا بالك نرجعوا الاستقلال تيموستين، والسياسة اللي تحطت اون بلاص يعني في 62 اللي حبت تمحي السياسة تاع فرنسا كانت محتلتنا، اللي دارت رطبات الاجتماع، وسياسة من 62 وحتى كل التسعينات هي حبت ترجع لكل إنسان القيمة تاعو، يا يكون غني ولا فقير، يا يكون قاري ولا ماهوش قاري، لا يكون في السلطة ولا ما عندوش مسؤولية. وهذا ربما هذا لودي كلاس حبست في التسعينات، وهاو شوف يعني كيف يقول لك ديراباج وين راح، لان حتى دروك الجيل الاجيال الجدد راهم يعوموا في هذا الظلم وفي الحقره هذه ويشكيو منها اون ميم طون. شكرا الاخ فؤاد. نعم شكرا. نعود نرجع لك الاخ نوري. الاخ نوري الان بعد ما تحدثنا عن الحقره يعني بالتعريف نتاعها وتحدثنا على انواع من الحقره، الان كيفاش تشوف انت الحقره في الجزائر؟ هل ترى فيه حقره وين نقدروا نلقاو هذه الحقره؟ نعم شكرا الاخ نور الدين. هو الحقره في الجزائر بصفات عامه تعشعشت وفرخت بكثره في المجتمع الجزائري. الآن مثلا نعطي هي أمثلة كثيرة لو نجو نشوفوها وباش نعطيو أدلة وأمثلة في الموجودة ربما نبقى نتكلموا الليلة كاملة وما نكفيوش، ولكن نعطيو بعض النقاط حتى نلمح للوجود نتاعها في المجتمع الجزائري. مثلا كان الناس كلهم يعرفوا مثلا الجمارك، التصرفات نتاعهم أمام المواطنين مثلا خاصة المواطن المهاجرين عندما يزوروا البلاد، شوف كيفاش يحقروا فيهم ويتصرفوا معهم، أو حتى في الوطن يعني من خلال البراجات اللي يديرون في الطريق، والناس هادو راهم المجتمع الجزائري يعرفها كيفاش يحقروهم وكيفاش يتعدوا عليهم، وبعض المرات يفرضوا عليهم باش يعطوا أموال باش يمروا خاصة بالناس اللي في البزنس وما شابه ذلك. يعني هذا كمثال. مثلا نمشي مثلا إذا بغينا شوية نطلع المستوى الفوق، الدستور هذا اللي داروا مثلا فيه نوع من الحقره، يعني ما الشعب ما حاسبينوش كاع اذا كاين ولا ما كانش، يعني يديروا كل شيء اللي بغاو، يديروا كيما بغاو بيناتهم خمس افراد ولا سته، يديروا لك دستور ومن بعد يقدموه للبرلمان المزيف والبرلمان هذاك يمشي يعرف غير اللي يدي، هذا نوع من الحقره. مثلا نزيدو نضيفو مثلا اذا كان انسان بغى يحصل على منصب شغل ومشى يتقدم للمكاتب الشغل، يروح اي انسان في اي مكان في اي جهه، شوف كيفاش يتعاملوا معاه وكيفاش. شفنا احنا ناس مثلا من عين صالح يتقدموا لي باش المكاتب الشغل ما يعطوهمش الشغل، ويجيبوا ناس ما مثلا من الشمال من مدن اخرى في الشمال يشتغلوا في المكان هذه حقره. مثلا نزيد نضيفوا مثلا الحقره في التداول على السلطه. علاش هاد السلطه اللي راهي قائمه مش عارف شحال من سنه وهي تحكم، علاش ما تسمحش الناس اخرين مثلا اللي هما جزائريين ماهوش غرب عندنا وهما اكفاء وعندهم يعني افكار وعندهم تصورات مغايره يعني لتطور البلاد، علاش ما تسمحليش مثلا على الاقل على في المشاركه في اخذ القرارات؟ هذا يعتبر نوع من الحقره. مثلا لا ننسى مثلا العشريه الحمراء او العشريه السوداء كما يسمها بعض الاخرين اللي يعني تمركزت فيها كل انواع الحقره، راكوش توصل فيها يعني بكثير. وبالتالي يعني أنا بغيت أركز الآن على نوع خاص من الحقرة اللي هو في انتشار كثير. هذا النوع الآن في الحال الآن وراء في ازدياد، ولابد يعني الالتفات النظر إليه ولازم التطرق إليه، لأنه لو كان ما يتطرقوش إليه هذا النوع هذا اللي غادي نذكره الآن غادي يؤدي إلى مشاكل كبيرة ويؤدي إلى ظهور عصابات مافياوية بمختلف الأشكال، وتصبح عندنا يعني كما نقولوا احنا لا نظام لهم يحزنون. وهذا النوع من الحقرة يتمثل
في يعني الحقرة في تقسيم التقسيم العادل للثروات، سواء كان في السكن سواء كان وما شابه ذلك، ولا سيما كذلك الحقرة اللي قايمة في يعني بعض الناس اللي هما كما يسموه الآن المافيا نتاع العقار. لو كنت تسمعوا به هذا راه منتشر كثير في البلاد. هذا النوع من الحقرة فيه ناس في عصابة كبيرة، هذه الحقرة هذه خاصة هما هاد الناس هادو يمشيوا يدوروا بالناس أصحاب يعني ما عندهمش ناس اللي يدافعوا عليهم، ناس مساكن، ناس درويش كما نقولوا احنا، يعرفوا عندهم قطع أرضية أو سكنات. ربما تعرفوا احنا المجتمع الجزائري من طبعه كان من زمان لما يشتري قطع أرضية ولا كان ربما عنده أوراق عادية كما نقولوا احنا بالكتباء، يقولوا الناس بالشهود. يعني هما هاد الناس، هاد العصابات المافيا اللي تحقر هاد الناس هادو، يعرفوا هذوك الناس اللي عندهم أراضي أو سكنات أو مقرات، لأنه كان عصابات تخدم معهم من المديريات اللي هي تملك هذه الوسائل. وكان أنا على علم، عندي إخوة خبروني في الجزائر في 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 نذكر الاسم، هي في دائرة عثمانية مثلا، في إنسان كان يشتغل في المكاتب خرج من مكتب، خرج كل الأرشيف نتاع يعني نتاع الأراضي وداه، ولا يستعمله مع المافيا أخرى، ولا شرطة ولا دارك ولا قضاء، ولا في المشف وأرض فيها شبهات يعني الأوراق نتاعها يلعبوا فيها ويدخلوا فيهم ناس في العدالة وناس. وهذه هي تعرف كذلك حقرة، وهذه الحقرة راها منتشرة. راكو تشوفوا كل يوم جنرالات يجيوا يبغوا يغتصبوا أرض، ناس مثلا ضعفاء مساكن ما عندهم لا شبر ولا أي شيء يرميهم في الشارع. هذا النوع من الحقرة راه في انتشار، وهذا النوع راه خطير جدا على المجتمع الجزائري. وهذا النوع راه يستخدموه الناس هذو العصابات المافياوية، لأنهم هذا النوع يزيد لهم الأموال نتاعهم بسرعة. يعني هو ما عنده والو، فقط باستعمال الطرق التحايلية والحقرة هذه يصبح يملك أراضي ويصبح يملك شقق ومساكن ويبيعها وتصبح عنده أموال ضخمة. وبالتالي هما هذه الظاهرة هذه هي اللي يعني نركز عليه النوع من الحقرة هذا القائم بصفة عامة. نعم، شكرا يعني الأخ نوري. قبل ما نمر لك الأخ عيسى، بيودي هو أنه نضيف بعض الأمور ونحاول هو أنه نربط الأفكار مع بعضها البعض حتى باش نثريه مع بعض هذا النقاش. إذن كما تفضلوا الإخوة، فيما يتعلق بالمصطلح هذا نتاع الحقرة، هو مصطلح جزائري بالدارجة، ولكن الأصل نتاعه هو لغة عربية. ربما كاين بعض الإخوة اللي ما عندهمش إلمام باللغة العربية يقول لك باللي هذا مصطلح جاء مانيش عارف منين. المصطلح الأصل نتاعه هو من اللغة العربية، كلمة نتاع الاحتقار موجودة في اللغة العربية. والاحتقار كما تعرفوه هو الاستهزاء، هو الإزدراء، هو الظلم، هو الإذلال، هو الإهانة. يعني مرات هو أنه ذوك احنا لما نذكر الأنواع نتاع الحقرة هذه نلقاو باللي الحقرة تقدر تكون حقرة المسؤول، مسؤول يحقر مواطن. والمسؤول لما نقول مسؤول ابتداء من رئيس البلدية لرئيس الجمهورية. رانا نشوفوا ذرك الآن في المسألة هذه نتاع الدستور احتقار تاع شعب، ما تأخذش بالإرادة نتاع الشعب. كلكم يعرف من أنه هذا البرلمان برلمان مزور، بالتالي لا رأي للشعب. المفترض هو أنه استفتاء، لازم يستفتى الشعب. هذو المسؤولين الكبار ما يسمى بلي ديسيدور، الناس اللي قروا، يحتقروا الشعب، يحتقروا الإرادة نتاع الشعب، لا يولون اهتمام لهذا الشعب، وهذا احتقار، هذه حقرة. إذن حقرة المسؤول تبدأ من أبسط مسؤول إلى أعلى مسؤول. الحقرة في الأسرة، حقرة الأسرة تلقى مرات هو أنه واحد كما يقولوا في أصحاب البالو هذوك يقولوا الشوشو، تلقاه راه هو الشوشو في الدار هذيك، بينما إخوانه الآخرين ما عندهم حتى حق في ذيك الدار، لا في الميراث ولا في أمور واحدة أخرى. احتقار، حقرة موجودة في الأسرة. تلقى مرات واحد يحقر ابنه، قال مثلا موش عاطي له حتى اعتبار في الدار، الأخرين راهو يوكل فيهم ويشرب فيهم ويكسي فيهم، بينما هو ما يجيب له ما حاقره. أيضا قال مثلا تلقاه يمد الأبناء الأخرين، تلقاه مثلا يدير له سيارة، تلقاه كذا، بينما الآخر ذاك بحاقره. أو مرات مثلا
تلقى مثلا واحد يحقر زوجة نتاعو قال مثلا يمنحها ما تروحش الأهل تاعها إلى غير ذلك، ما يكسيهاش ما يوكلهاش ما يشربهاش ما كذاش ما وش عاطي لها مثلا الحرية إلى غير ذلك. هذه أيضا حقرة. مرات أيضا تلقى المرأة هي تحقر رجلها، إذا كان نقولوا مثلا هذاك رجلها قال مثلا ما عندوش مستوى ثقافي والله تحقره، إذا كان عدت عندها هي مثلا مستوى ثقافي عليه، قال مثلا هي عندها ليسانس وهو قال مثلا عنده ترمينال، تلقاها تحقره بالمستوى نتاعها هذاك تحقره. والله مرات تلقى مثلا واحدة بنت ناس قال مثلا عندهم دراهم والله وتحقره ذله لأنه هو إنسان قال مثلا خدام والله، ورانا شفناها يعني تقدر مرات حتى توصل حتى للطلاق، وأنه ربما من بعد يولي الأولاد هذوك ضحية. تقدر تلقى مثلا حقرة نتاع المعلم، مرات تلقى معلم يحقر في التلاميذ نتاعو، لما يدخل ثم تقول أنت وكأنه فرعون، يعني هذاك التلميذ هذاك والله هذاك الطالب هذاك ما عنده حتى حق في هذيك المدرسة، عبارة عن واحد يعني يتلقن وانتهى الأمر، ما عنده الحق لا في الحوار ولا عنده الحق في الرد ولا في الانتقاد ولا في التصويب ولا في الرأي ولا كذا. أيضا تلقى مرات هو كما قلت قبيل تقدر تلقى إنسان كاتب يحتقر أخوه الكاتب، يعني قال مثلا كاتب لقى هو فرصة، قال مثلا لقى ناس داروا به شهروه في وسائل الإعلام وصار كاتب كما يقولوا مرموق ومشهور، بينما ربما يقدر يكون كاتب أحسن منه لا في الأدب ولا في المعلومات ولا، ولكن محقور وسائل الإعلام قال مثلا ما تحدش عليه والله كذا يحقره، ربما تجيك شما مناسبة هكذا والله يأكله اللحم نتاعو. تقدر تلقى كما قلنا قبل الحقرة في الإدارة، كما تكلمنا منذ قليل الحقرة نتاع المسؤول، تقدر تلقى أيضا الحقرة نتاع الإدارة، واحد مدير في مؤسسة ما يحقر قال مثلا سكرتيرة موجودة في المكتب نتاعو، يوصل الأمر حتى أنه للتحرش الجنسي، يعني هذه رانا شفناها ولاحظناها في كثير من المؤسسات، يحقر الناس اللي راهم العمال اللي راهم عنده يحقرهم مرات، وأنه إنسان ما يسلكوش، هذه راها تدخل في الإطار تاع الحقرة والإذلال، يأكلوا لهم الحق نتاعهم، واحد يأكل يخدم يأكلوا له الحق. تقدر تلقى مثلا الحقرة تاع الأجانب، نقدروا نشوفوها مثلا هنا راها موجودة في فرنسا كما راها موجودة في دول واحدة أخرى، بحيث أنه كاين الناس اللي عندهم عداء للأجانب، يجي هو راهو مثلا رايح يشري حاجة بالدراهم مثله مثل أيها الناس يحقره، لأنه راهو أجنبي يشوفه قال مثلا عنده لكنة ولا عنده لون ولا يحقره. بالإضافة إلى أنه تقدر تكون مثلا واحدة حقرة في الجزائر، يشوف واحد مثلا واحد كحل من خوتنا هذول الأفارقة يحقره، لأنه راهو هو عنده بشرها سوداء يحقره، وربما قادر يكون هذاك اللي راهو عنده البشرة السوداء راهو جزائري، يعني قال راهو مثلا من عين صالح ولا ماهوش جاي من مالي ولا من نيجر، قادر يكون هو من عين صالح مثلا يحقره لانه عنده بشره سوداء. وهذه راه تدخل في الاطار تاع العنصريه. مرات الحقره تاع الاقارب، تلقى مثلا واحد يحقر ابن عمه والله يحقر كذا في الاقارب يحقروا بعضهم. تقدر تلقى الحقره تاع الاعلام كما كنا قبيل نقولوا، تلقى وسيله اعلاميه قال مثلا قناة فضائية معينة هكذا تحقر خدها القناة ولا تحقر صحيفة والله يحقره صحفي قال مثلا في القناة هذيك يحقروه. تقدر تلقى الحقرة في الأحزاب كما ذكرنا قبيل، والآن رأى الحقرة موجودة في الانترنت، انترنت موجودة الحقرة في الانترنت. مرات هو أنه قال مثلا يحقره صاحب موقع، مرات تلقى مثلا الآن رأى موجودة في الصفحات، قال واحد عنده أربعة ولا خمسة يعلقوا عليه بأسماء مستعارة، يحقر واحد قال مثلا ما يعلقوش عليه، يقول له أنت شكون يعرفك؟ أنت شكون على باله بيك؟ وهذاك راه ما يعلقوا عليه قال مثلا ناس مشريين ولا ناس مرتزقة ولا ناس كذا، يحقر هو الإنسان هذاك اللي راه قال مثلا ما يعلقوش عليه. تلقى واحد عنده صفحة قال مثلا فيها 5000 ولا 6000، يشوف في واحد قال في الصفحة نتاعو 1000 والله يحقره.
وهكذا. هي هناك إذن أنواع كثيرة، تحدثنا قبيل على القضية نتاع الغني والفقير. إذن الحقرة موجودة في كل مكان، يعني كي دوك احنا نسقطوا هذه الأنواع اللي كنا احنا نتحدثوا عليها نسقطوها على الجزائر، نقدروا نلقاوها في كل مكان. الأخ عيسى، إذن الآن نمر للنقطة اللي بعدها. علاش الحقرة؟ يعني تلقى دوك مثلا واحد يحقر واحد، على واش يحقره؟ هل ترى يحقره لأنه هو فهم عليه؟ هل ترى يحقره لأنه هو غني عليه هو فقير؟ هل ترى يحقره لأنه هذا الحقار هذا هو راه مريض نفسي، عنده عقدة، عنده مرض، عنده كذا؟ يعني على واش الحقرة هذه؟ لماذا؟ أنا بغي ندير واحد الحوايج برك ذكرتهم انت، وواحد الرد صغير على خويا السعيد قبيل برك هذا ما كان، ومن بعد ندخل في الموضوع. نبدا بخويا السعيد. انا سعيد كلمه بربري ولا بربر، انا شخصيا ما استعملهاش. بصح هنا انا شفتها هنا في كيباك، وراني عايش في كندا، والله العظيم غير خاوتنا قبايلي ولا من القبائل بعد من تيزي وزو ولا من بجاية، خاصة نتاع بجاية اللي نعرفهم أنايا، كي بريزونتي روحو والله العظيم يقول جو سوي بربر. باهي فيتي هذيك تاع مسلم وجزائري وتاتاتا، يقول جو سوي دو بجاية اي بربر، هكا بعد هكا يفسر روحو. يسمى الكلمة هذه ما تلقوهاش العرب كيما كتقول، ولا كما قلت تا مصطلح اللي قلته تا المعربون. المهم انا بالنسبه لي انا نرجع لواحد الغنايه غناها واحد الفنان شاوي، يقول لك احنا احنا في الجزائر، احنا في الخاوه، احنا خاوه في الجزائر، ولا احنا في الجزائر خاوه، ولا تقولوا ذلوا. المهم انا هذا المنطلق اللي نمشي به، احنا كل خاوه اللي عنده باسبور وعنده كارتا حمراء، كارتا بيضاء وبرمي حمر وباسبور خضر، فهو جزائري، إلا أنه هو اللي ما حبش هذك الله يسهل عليه. بالنسبة لي أنا كل خاوة. وثاني شيء عندي تعليق على قبيل كنت تذكروا على بتاع الحقرة. المشكل الكبير راح نعاني منه دركا، اللي راح تعاني منه الجزائر، هي حقرة الشارع. ثاني راح تتكون عندنا مافيا، ديجا متكونة، ديجا كاين مافيات راهم في الشارع دركا، الناس تقتل في بعضها بالماس بالشواقر بالسلاح بالماس في الشوارع، على جلت ما كان والو، على جلت وشبه يسيطروا على الشوارع. يعني كل حي تسيطر عليه بعض الناس، كما راهي صايره في الولايات المتحده الامريكيه، وهما عياو يتحكموا في هذا الوضع. حنا الشرطه تاعنا حتى يشوفوا ما يدخلوش، ما فهمتش علاه هالسلاح تحته وباه يحمي يمثل القانون ويحمي المواطن ما يدخلش. هذه معيتنا فما علاه، هذه مشكل كبير راح تعاني منه الجزائر، راح ترجع لكولومبي لو كان ما يدخلوش الرجال، وتكون فيه صرامه في تطبيق القانون ومحاربه هاد الناس هادم اللي غير مشكله انه يبيع الزطله ويبيع الشراب، ولو كان واحد لو الايفوبا يدخل واحد في خدمته. نزيد نضيف حاجة أخرى، أنه كان بهذا للإنصاف، لأنه كان رجالة وكان شرفاء في الجزائر. في الجزائر عادر الإنسان الخدام واللي حوس يطبق القانون على الخدامة اسمه كان مسؤول، يقول لي حقارة، وقالها قبيل الأخ فؤاد قبيل كأعطى مثال كالكوموندو، كاين مسؤولين في المستشفيات، مسؤولين في الباديات، مسؤولين في الدائرات، مسؤولين في الولايات، مسؤولين في الوزارة مثلاً، ما نهضرش يحوسوا انهم يطبقوا القانون ويخدموا خدمه. واحد اللي يقول لك هذا حقار، لاخطاش يحوس يخدم خدمته نورمال. كاين ناس كيما هكا ويزيدوا هذم يعيقون بكلمه انه هذا حقار، لانه هو يحوس يخدم خدمته نورمال، اسمها خدمته انه يطبق القانون. اخويا خدم خدمتك، علاه ما درتش؟ مثلا مسؤول، نقولوا مثلا نعطيو مثال، والي يروح زيارة والله يلقى باللي المشروع مش متنفذ والله أي حاجة، كي يعلقوا عليه يقولك هذا حقار، لا هو باغي يطبق الخدمة. هذه لازم ننصفوا فيها ناس ثاني، مش الناس كل أي مسؤول أنه حقار، كاين مسؤولين يحوسوا يخدموا لكن يحطوا لهم سيفة حقار لأنه هو خدام. تكون نرجع للموضوع اللي قلت لي عليه نتاع
علاه يحقر؟ الحقره فيها قداه نوع، فيها قداه كاين اللي يحقر انه حسد بغض هكا، كيفاه الاخر خير مني لازم ندلو مشكل. كاين اللي على مصلحه يحقرك انت باهي، كيما كان يقول الاخ قبيل نوري على تاع الممتلكات، واحد عنده ارض مسكين ورثها على جد 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 جدو، يجي واحد عنده شويه مسؤوليه والله ينحيها له ويدخله فيه، هو ما عندوش دراهم زوالي لو كان جا عنده ابنها، الاخر عنده النفوذ يدخله في الشروعات وطاطا والمعارف والرشوه يديله الارض تاعو، هذا لانه مصلحه باغي يديله هذيك تدخل فيها المصلحه الشخصيه. وكاين اللي يمشيو باهي يمشيو جروب باهي النفوذ تاعهم يصير على هذيك المنطقه، وهذه صاريه في كل المناطق، يعني كاين الناس هي اللي تسير في البلاد هذه بالمليح بالحير هما مدين كلش. هذا ما عندي الاخ نور الدين، تفضل نخلي الكلمه للخو. شكرا الاخ عيسى. تفضل الاخ مولود. الو الو اخ مولود. لا نعم دوك اللي شايف الموضوع راه شغل تولي ولات يعني حلقه تاع يعني شكاوى يعني شكاوي. دوك لو كان نبداو لو كان نبداو دوك نبداو نهضروا كاع واش الحقره اللي صايره في يعني في بلادنا ما تخلصش. نعم والله ما ينتهي الموضوع، ما ينتهيش الموضوع، يعني حتى انا كيفاش دوك واش من نقطه يعني نطرقوا ليها دوك الحقره في الجزائر. الحقره في الجزائر دوك الان راه اسئله مطروحه للاخ مولود. تحدثنا في النقطة الأولى، عرفنا الحقرة والأنواع نتاعها، وتحدثنا عن النقطة نتاعها الثانية الحقرة وين نقدروا نلقاوها. علاج الحقرة يعني لماذا؟ علاج الحقرة. نعم أنا فهمتك. نعم لماذا الإنسان يحقر؟ يعني تلقى مثلا إنسان دوك حنا رانا دائما نقولوا باللي رانا مسلمين والإسلام نتاعنا إسلام نتاع عدل وإسلام كذا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ربي وقال عيسى وقال كذا، ولكن في على أرض الواقع تلقى مرات هو أنه ربما الإمام يحقر المصلين. شوف هو اللي يحقر اللي تجي في باله يحقرها، وإنسان هذا راه يعني في العقيدة تاعه كان اضطراب، يعني إيمانه مضطرب، كان خلل في الإيمان تاعه، يعني يقدر يصدر منه مثلا يعني مره في حياته قول مرتين ثلاثه ما مثلا، بصح باش يكون يعني يداوم على الفعل هذاك هنا وين يكون المشكل. اما ما كاش هنا اللي ما ظلمش كان حتى جنس خلقه ربي سبحانه وما ظلمش، يعني ما عدا الانبياء لانهم يعني معصومين في يعني في تبليغ يعني الرساله تاعهم. حتى الانسان يقدر يظلم نفسه يحقر نفسه، فيكاد ينعدم هذا الإنسان الذي لا يستطيع فعل يعني شيء يعلم مثل هذا. ولكن الحقرة هذه منين جي؟ لماذا يعني علاش؟ ولكن المشكلة راهو في الإنسان الذي يتمادى فيها، يعني المشكلة هنا هو يقدر يصدر من الإنسان شيء من هذا القبيل، ولكن من بعد كان ضمير تاعه، كان مثلا العقيدة تاعه الخوف تاعه من الله، يروح يطلب من الإنسان هذا. وحنا شفنا بزاف امثله في الجزائر، انسان يحضر خوه ومن بعد يروح يقول له يسمح لي وجابها الشيطان ويعني ويعفو عنه ويصبحوا اصدقاء. وكم من ناس تشاجروا لحقوا حتى للدماء ثم ولاو اصدقاء، يعني هذوك يعني امثله هذوك. ولكن في سؤالك الان لماذا الحقره، انا اقول السؤال يكون بسياق هذا، لماذا التمادي في الحقره؟ هذا السؤال يعني بالسياق تاعو هذا يكون احسن. انا اظن لمدى التمادي في الحقره، الانسان اللي يتمادى في الحقره راهو انسان اولا اللي يتبادر في يجي يعني في الفكر تاع الانسان هو الانسان ما يخافش ربي. كاين واحد المثل عندنا في الجزائر يقول خاف من ربي وخاف من اللي ما يخافش من ربي، لان الانسان اللي ما يخافش من ربي اللي يخافش باللي كاين هناك حساب في الدنيا قبل الاخره هذاك الانسان يتمادى، يظلم 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 حتى وان الشيطان يزين له هذا الفعل ويولي كانه راهو يدير في شيء يعني مقدس، يحقر كانه يتلدد. كاين ناس
عذبوا إخواتنا الجزائريين في التسعينات يعذبوا فيهم ويتلدوا. احنا شفنا شهادات راك قدمتهم انت يا نحيوك بالمناسبه اللي قدمت اللي عطيت للناس هادو اللي كانوا يعانيوا عانوا جسديا ونفسيا حتى لم تفتح لهم يعني الابواب لكي يدلوا بشيء من شهادات يعني الا الاذاعه تاعك. فالمشكله هنا لماذا التمادي في يعني في الحقره هذه علاه لماذا؟ فانا عندي لسبب بسيط جدا وهذا الانسان هذا ما يخافش باللي جاي نهار ذره من الحقره اللي قدمها يتحاسب عليها. ولو حقرت الحيوان شو هي تجي على شكل شبهه الانسان تجي شبهه ويشوفوا كيفاش يحقر يشوف نفسه مثلا في يكشف نقطة الضعف تاع الخصم ويلعب له على الوتر هذاك. إذا هو كان يظن روحه باللي أنا قوي من هذه الناحية على أخوه يلعب له على نقطة الضعف تاعه ثم يبدأ يعني يحقر فيه شبهة ثم يجي فعل ثم يجي التمادي في الفعل ثم يجي اللذة في ذاك الشيء ثم خلاص الإنسان تولي له حاجة عادي يعني. ألو نوردين؟ نعم ما نسمع فيك. فتولي له حاجة عادي وما كاش لي حبسه. حتى مثلا تروح لي إنسان مثلا يقول مثلا خاف ربي يقول لك أنا ما نخاف موالو. كاين ناس هكذا يقول لك أنا يلوك هذي ينزل كذا وكذا. خلاص هذوك الناس عملت البصيرة ربي عملهم البصيرة تاعهم. نعم يعني خلاص أنا هذا واش نظن في النقطة هذه. لماذا الحقرة في الجزائر؟ نعم. لماذا التمادي في الحقرة في الجزائر؟ وأترك. نعم شكرا الأخ مولود. تفضل أمين. علاش الحقرة في الجزائر؟ تفضل. ألو ألو الأخ أمين من قسنطينة. تفضل. تفضل الأخ سمير. خرجت. ألو. نعم تفضل. ألو. يتفضل صاحبي. شكون فين؟ يا الأخ أمين نحن على المباشر من فضلك إلى ما راكش تتبع في الحوار خلينا نمشيو. يا خويا أنا عمري عطيتكم يعني بكل صراحة. يتفضل رانا على المباشر يا صاحبي رانا عطيت لك السؤال ورانا نتكلموا على المباشر. تفضل عطيت لك الكلمة. تفضل ماكش تتبع فينا إلا ما راكش تتبع فينا ما تعطلناش. لا لا خويا أنا ما عطلت حتى واحد بصح راني خدام وراني قاعد نجتهد. إيه شفت كيفاش يا خويا يا خويا خدم ربي يعاونك ركز على الخدمه نتاعك. هو بقى سمع راه كاين واسمو الاذاعه الا عندك الميكرو الاورديناتور اسمع من خلال الموقع والا عندك الهاتف النقال دير راهو كاين رابط درك نبعث لك الرابط واسمع على الاذاعه هكذا باش ما نطلوش. الاخ امين يا خويا على كل حال هي كيما حبيت نرحم. شوف اسمح لي صغيره بالخويا نرضي. تفضل كي اسمع ركز على الحوار. حنا الحوار لانه الحوار هذا بحثت عليه انا تما كيما نقولوا مطور تما ماشي من اليوم بحثت الحوار هذا. على كل حال هي الحضره في الجزائر راهي تما كيما نقولوا كيما قلت من قبل على عمر بخلاف كانها فيروس انتشر بين الامه بين الشعب بين المجتمع. خلينا هذه رانا عرفناها الاخ امين علاش يعني هل ترى هي مثلا ضعف الشخصيه هل ترى مثلا النقص هذا تاع الدين قال مثلا ما كانش وازع ديني هل ترى ما كانش ضمير هل ترى يعني الواش راجع يعني هذه الحقره هذه الواش راجع. بارك الله فيك خويا نور الدين. بالنسبه تما كي قلت الوازع الديني تفكرت كلمه حقره بين الرجل والمراه. الحقره بين الرجل والمراه في الجانب العقائدي انتم تعرفوا عني انه ما كانش حق المراه هي مفضله على الرجل تما في مجالات بزاف وعندها عزه وكرامه وفرغ منه ما قدرش تما نقولوا نتناقشوا عليه. اما بالنسبه كيما نقولوا حنا الحقره في الاداره في المواقع المدنيه في تسمى من الشونطي بالمختصر المفيد تسمى نقولوها من الشونطي حتى
الإدارة تسمى حتى الديجي الديريكتور جينيرال المدير العام، كاينة حقرة وكاينة بيروقراطية وكاينة منهجية. كون ما تكونش بني عميست ما عندكش، كون ما تكونش عندك موين كومينيكاسيون اللي توصل بها باه توصل تقضي الأمر نتاعك راك ما تقضي حتى أمر. نعم، وهذا أمر مفروغ منه في الجزائر. نعم، تسمى بكل صراحة. تسمى إذا كان نحكيو على بالنسبة تسمى الأمور العامة تاع تسمى واش جاي كوم امبورطاسيون وتغذية وأمورات للشعب الجزائري مفروغ منه. إذا كان نحكيو كل ميدان في الميادين اللي نحكيو عليها جميع من الميدان، أي ميدان نحبو نخصوه لو أنه كان الناس حاكمينه مختصين فيه وما يخليه حتى واحد يكري لا كونكيرونس يكري المنافسة في هذاك الميدان. لهنا تسمى أنه الحقرة ولات مجسدة بعقلية عقلية فطرية بالمعنى. نعم، تسمى ورثوها كي يقولوا ورثوها يمكن كاين اللي ورثها من وقت الكورون، كاين اللي ورثها من وقت الاستعمار، كاين اللي ورثها وشنو هي ولات بعقليه عامه انه الحقره من الشنطي البلديه الاداره العامه الكل تسمى المرافق العامه تاع الاداره تسمى العموميه اللي تخدم المواطن راهي مبقاتش تخدم المواطن. كون ما تكونش عندك انسان انترميديال تسمى انسان متوسط بين اي اداره راك ما تقضي حتى امر خويا نربي مع تسمى كيما نقولوا هذا التدخل تاعنا اللي حبينا نقولوا احنا رانا. شكرا شكرا الاخ امين. تفضل الاخ سعيد من اسبانيا. الاخ سعيد الان في ما يتعلق بالنقطه نتاع الحزاب، هل ترى موجوده حقره في الحزاب وهذا الناس اللي راهم يناديوا للتغيير؟ دونك اولا الاخ نور الدين باش كي دارت المداخله دارت لي تعقيب باش ما تحقرنيش. انا بالي قلت لك واش قلت هذه ماشي حقره. نعم، دونك واش دونك درت لي دونك ما نعرفش علاش قلت لك بلي عند تكلمت على المراه المقهوره في الجزائر. دونك قلت لك انا اللي عقبت عليك. نعم. لا ما عقبتش عليك انا الاخ، قلت لك طرحت لك سؤال قلت لك اتمنى هو انه ما تكونش هذه حقره. دونك واش على المداخله نتاعك بصفه عامه، لانك انت دوك انت حنا دوك رانا جزائريين يا الاخ سعيد، رانا دوك حنا دوك انت لما تحط روحك انت في خانه نتاع امازيغي وتولي تشوف انت في خاوتك الجزائريين، حنا رانا ولاد جزائريين، وتولي انت تعاود ترجعنا كيما نقولوا للمربع الاول، كانه الناس تولي تشك في الاصل نتاعها وكذا. الناس تجاوزت هذيك الفتره، رانا في 2016 يا صاحبي. الاخ نوردي باش نتفاهموا، والله ما نحبش لغات الخشب. قلت لك تكلمنا عن الحقر في الجزائر، قلت لك باش اول رئيس جزائري يقول اننا عرب 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 80% مقصيين. يا صاحبي رانا في 2016 قاعد تحكي لي انت على بن بالله. دونك مش مشكل ما رجعناش، هو المشكل لحد اليوم اللغه الامازيغيه والعرق الامازيغي موجود في الجزائر. معاك، اسمح لي اخ سامي اخ سعيد، شوف معاك هو انك لما تقول لي مثلا في الاطار تاع الموضوع نتاعنا، احنا الموضوع تاعنا هو حول الحقره. اسمع اصبرني دوك نعطي لك الكلمه وتدخل بكل كيما نقولوا اريحيه. تا دوك لما تقول لي مثلا كاينين مثلا بعض الناس قال مثلا يقدر يكون واحد عربي يحقر واحد لانه راهو امازيغي يتكلم بالامازيغيه مثلا، في المقابل كاين اللي راهو درك مثلا هو راهو امازيغي لما يشوف واحد يحكي باللغه العربيه يحقروا. رانا شفنا هذوك راه موجوده في الانترنت، يعني تلقى ناس واحد راهو يتكلم بالعربيه، انا راهم كانوا دايرين بيا السينما، فهمت، في منذ سنوات كانوا دايرين بيا السينما. فالاخ نورتي تفضل. ليس لدي العقد بالنسبة للغة العربية، دونك نكتبها ونقراها مليح، لكن عندك المشكل النطق، دونك قلتها لك في الحصة الأولى. ما فيش مشكل.
دونك اكتب باللغه العربيه كنت ادبي وقرات الحقوق مش مشكل. قلت لك اول بس هذا واش علاش شفت في هذا الاذاعه سميتها المصالحه. نعم اذا بغينا المصالحه المصالحه الاولى التي لازم يديرها الشعب الجزائري هي المصالحه ما هويتها الاصليه. اليوم ما دام اللغة الأمازيغية لا تعتبر لغة رسمية ولا أستطيع كتابتها والتكلم بها وتعليمها لأولادي فأعتبرها حقها. يا الأخ سعيد كي تكلم على مشكل تقول أنت عنصري. لا 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 هو ريبوم ديال لازم الشعب هو ريبوم ديال 1967 واللي قالها منطقة القبائل منطقة انفصالية هو الانفصالي برك هذا واش نقول لك باش لا تقول كون جزائري لازم نستعرف لان عربي لست عربي. لا 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 لا, لا. شوف اسمع اسمع لي شوف نقول لك هذه الضربيه نتاع ضرب نتاع العربيه والله نتاع الامازيغيه هذه ماهيش بالتحتام هو انك انت راك امازيغي والله انا نقول لك انا كن عربي بالذراع والله انت واحد هو عربي والله تقول له انت كن امازيغي بالذراع كن بالذراع دوك حنا نتعاملوا مع وقائع الموضوع نتاعنا هو ليس الامازيغيه يا الاخ سعيد ما نبدلوش الموضوع قلت لك بدينا قلت لك ما مازال قول لي دوك تقول لي باللي راه كاين حقره كاين مثلا واحد اللي راه هو يعتز بالعرق نتاعو العرقه لازم نفكروا بين الهويه وبالعرق دوك لما دوك تقول لي مثلا باللي واحد قال مثلا راه عنده العرق نتاعو هو راه عربي وراه هو يهين هذاك الانسان اللي راه يتحدث بالامازيغيه والله يذله والله يحتقره انا نقول لك باللي هذا رخيص كائنا من يكون هذا الشخص راك فهمت بلي راني نتكلم كباسك واحد من الاخ قال لي نعرف واحد الناس في كندا يتكلمون بلي راه ما راش لفات هذا السيدي بروجي كنت تكلم على الهويه تقول لي بلي القبائل راه ضد الاسلام راه يكره العربي انا مسلم معتز بالاسلام ديالي والدافع الاصلي اخ شوف اخ سعيد المره اللي فاتت لما جيت قلت لك الا تحب تتحدث بالقبائليه تحدث على راك درك الان راهو معك والاخ مولود راهو يحسن يتقن القبائليه وتحدث معاه بالقبائليه ها هو معنا خونا مولود راهو يتقن القبائليه فهمت نقدر ما فيش مشكله تحدث ها هو تناقشت وياه بالامازيغيه ما عندنا حتى اشكال يا الاخ حنا رانا نحكيو على الحقره حنا رانا ضد الحقره مهما كان المصدر تاعها الا صدرت من واحد امازيغي ضد واحد عربي حنا رانا ضدها الا صدرت ضد اسمح لي اسمح لي الا 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 صدرت من واحد مسلم ضد يهودي حنا رانا ضدها الا صدرت من واحد قال عربي ضد شاوي ولا المهم حنا رانا ضد الحقره منين ما كان المصدر تاعها دونك قلت لك في الاول نتكلموا كي بدينا النقاش قلت لك المشكل هذه الحقره وهذا العنف اللي نعيشوه بالنسبه للنظام اللي حكم فينا قلت لك ما قلتش الشاوي ولا المزابي قلت لك جوج اسماواتهم هم رؤساء الجزائر نعم بوم ديال هناك واحد مقطع في اليوتيوب اللي يقول بوم ديال وما ترك بوم ديال يقول هذه المنطقه منطقه انفصاليه دونك هذه ماشي حقره دونك واحد كي يتكلم الحق لازم نتقبلوها باش نديروا مصالحه قلت لك المصالحه الاولى اللي لازم نديرها هي مصالحه مع الذات مع الهويه كي كنا باش انت تعترف باللي راني امازيغ وانا نعترف باللي عربي لا نكونوا جزائريين ما عندي حتى مشكله انا جده قبيليه فهمت صافا جده قبيليه ايوا الحمد لله دونك نرجع للاحزاب السياسيه دونك هذا التعقيب باسكو رديت لي لا ريبونس دونك الاخر اللي دار لي التعقيب دونك بالنسبه للاحزاب السياسيه دونك ما نقدروش نقول الاحزاب السياسيه كي نتكلموا على الفنان اللي راه ندير في الجزائر خاصه سعيداني اللي يشوفوا راحو هو اللي يسب شارك شفت التعليق اللي دار مع رشيد نكاس بلي رشيد ينقص باسكو يشوفوا هو القوه الرئيسيه في البلاد ما يعرفوش جو عن طريق التصوير وكان ايضا بعض وحتى الفيس اللي دا عند مدى الانتخابات 1962 في بعض الانتخابات دونك فرض بعض 91 مش 62 الاخ 91 نعم على بالي ربما زلت لسان تفضل دونك في 91 هو دار بعض
حب يسيطر على الساحة السياسية، لأنه قلت لك سي نور الدين في المفهوم هذا دونك جاء من هذا النظام المبني على العنف. حتى الإسلاميين ربما اليوم راهو تطور وأصبحوا يعرفوا النقاش ويتقبلوا الرأي الآخر، لكن نقابل حتى الأفلان وكان في الحزب الواحد العقلية الواحدة هي السيطرة، لأن الأفلان يستغل الشرعية الثورية، وهؤلاء الأحزاب إلى حد اليوم مازال كي نشوف الافلان يقول رانا درنا الثوره، كي نشوفوا الايراندي يقول رانا حربنا الارهاب، كي نشوفوا بعض الاحزاب في منطقه القبائل يقول لدينا الشرعيه باش حنا اللي دافعنا اللغه الامازيغيه. دونك كل هذه دونك النظام حتى المعارضه اليوم وحتى المجتمع، دونك هناك جمعيات في الجزائر تدافع عن حقوق الانسان عندما تدخل في الفونكسيون متاعها للداخل دونك تلقى الرئيس مسيطر على كل القرارات. هناك حتى اليوم الجمعية تدافع الليغ الجيريان ديفونس وديزون دي دروات رومون الجيري، البريزيدون ديالها ما يستشارش جامي توت لي زاكسيون كيل في سور لو تيران، ما جامي كونسولتي لا باس. دونك كومون سي سي جون لا بوف ديفوندر، فهمت سي نور الدين؟ نعم. دونك متأثرين بهذا النظام. نعم، شكرا الأخ سعيد فؤاد. ومن بعد نجي لك الأخ اللي دخلت معنا درك، ومن بعد نجي لك عبد القادر. الأخ فؤاد، نحن الآن نناقش في النقطة اللي تتعلق بالأحزاب. الأحزاب، هل ترى هذه الأحزاب الموجودة في الجزائر وهذا الناس اللي راهم هما يطالبوا بالتغيير، هل ترى هما أيضا موجودة عندهم الحقرة؟ يعني كي نقولوا موجودة نعطيه أدلة، يعني كيفاش موجودة؟ تفضل الأخ. وليك الفضل. ولا ما يكونش، ما تكونش الحقرة عن في الأحزاب. نعم، كي نقولوا موجودة ونعطيه أدلة، قال مثلا ما على باليش أنا، قال مثلا واحد لأنه هو راه مناضل في حزب وعوض هو أنه قال مثلا يكون هو المرشح، جاء واحد دخل البارح ولا دخلوه داروا له بطاقة وهمشوا هذاك المناضل وهمشوا هذاك اللي راهو كان يعني يعمل في هذاك الحزب، هذا راهو دليل باللي كاين الحقرة. نعطيك باش غير مثال سي نور. نعم تفضل. نعطيك مثال الساعة عند ليزيكسيون تاع 92، القانون يسمح للأحزاب باش يقدموا ليزيكسيون بريزيدونسيال. نعم. يحبسوا كيما يقول لك يحبسوا البروسيسوس إلكتورال، يحبسوا الفوت. هذه ديجا حقرة. نعم. هذه حقرة غير قانونية، ومانيش من الفيسا يعني نقولها ديريكت يعني الديمقراطي، ونقول لك يعني إذا كان قانون يقول هيك إلا ما طبقتهاش أي حقرة. مثال آخر، هذا عندي بزاف، مانيش من الـ CDT ومانيش من الـ FFS. سعيد سعدي خرجوه من الـ RCD بدون ما تكون كوميسيون ديسيبلينار ولا ما تبقوش القوانين، حقرة في وسط الحزب هو بعد. نعم. تفضل. مثال اخر في الحوار في لاسومبلي ناسيونال، ساعات تلقى واحد يحب يقول حقيقه، رئيس لاسومبلي ناسيونال ما يخليش يطول يعني في المثل تاعو في الشيء اللي قاعد يقول فيه، حقره. نعم. وهنايا نقول لك الاحساب الحقره كما في الاجتماع، كما في الاداره، كما في الرئاسه، كما في كل مكان تاع البلاد، ما كان حتى السبب في الأحزاب ما تكونش تاني فيها حقا. نورمالمون في الأحزاب هي تكون ليكزامبل، مثل يقول لك حنا عندنا حنا ما كاش حقا، وحنا هما نمثلوا القانون ونمثلوا العدالة ونمثلوا يعني الشيء كيف لازم يمشي الاجتماع، ولكن كما يقول لك الحق هو المراية تاع الاجتماع. نعم. ألو ألو. نعم تفضل. راهو ساعة ساعة يروح الصوت من عندك. تفضل الأخ فؤاد. نعم شكرا الأخ فؤاد اللي دخلت معنا درك الآن. قلت لي المرة اللي فاتت عبد العزيز، مرحبا بك الأخ عبد العزيز. ألو ألو.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد العزيز، الموضوع نتاعنا اليوم هو حول الحقرة. نعم، كما كنت نسمع هذا ونتقل. أنا على كل حال ما عنديش واحد خمس دقائق ولا ست دقائق نتقل معكم. نعم. الموضوع الحقرة نبوه من العائلة. نعم. لما نشوفه في العقلية المجتمع الجزائري من الأب في التصرف في وسط العائلة. نعم. مع الزوجة هناك، أو نقدر نقول في ربما جل المجتمعات الجزائرية والزوجات الجزائرية عانات من الحقرة. نعم. وقت ماضي، بعدها تجي الحقرة للأولاد. نعم. رغم مهما يكون فيه بعض مظاهر الحقرة. نعم. للأولاد، وتبدأ تطور مظاهر الحقرة إلى الشارع. لما نشاهد الأولاد فيما بينهم لما يلعبوا، هذه من هنا تبدأ تتطور. نشاهد بعدها في المدرسة بعض الأساتذة يمارسوا أساليب الحقرة على تلاميذ. هذا نبدأها من طور الابتدائي حتى الجامعة. ثم نأتي إلى المؤسسات تاع الدولة البلدية. تجدد رئيس البلدية في تعامله مع الموظفين، مع موظفي البلدية، ممارسة الحقرة بشتى مظاهرها، تكون حقرة لفظية، حقرة في المناصب، ربما تكون عندك حق في الترقية وحق في منصب، ولما كانت عندك قوة معنوية وتستعملها باش تنيل المنصب هذاك وتنيل الترقية تاعك، فيه تكون فيه حقرة. حتى نصل على مستوى الوزارات وعلى مستوى الحكم بصفة عامة، الرئاسة وما شابه ذلك. نعم. هو حقيقة هو موضوع متشعب. نعم. الآن الأخ عبد العزيز، نحن نتحدث في النقطة المتعلقة بالأحزاب. درك احنا رانا عرفنا ذوكا من خلال البرنامج من انه كان هناك حقرة موجودة في كل المستويات. درك هذا الناس اللي راهم درك مثلا هما يطالبوا بالتغيير، المفترض هو انه ما يكونوش حقارين. يعني درك اذا كان انت راك راح تحارب الحقرة وتولي تمارس فيها غير مكان له. يعني درك يا هل ترى هذا الناس اللي راهم درك هما يسعوا للتغيير، يا هل ترى راهم هما يمارسوا في الحقرة. احنا درك رانا اعطينا امثلة، قلنا من أنه الاحتقار، قلنا من أنه الإصدراء، قال الإذلال، الاستصغار، إلى غير ذلك. هل ترى ذوك هذ الناس اللي راهم مدرك هما يسعوا إلى التغيير، سواء كانوا في وسائل الإعلام ولا كانوا أشخاص ولا كانوا منظمات ولا كانوا سياسيين ولا مثقفين ولا كتاب ولا مواطنين عاديين في الانترنت في غير ذلك، هل ترى راهم هما يمارسوا في الحقرة؟ كي نقولوا كاينه نعطيو ادله. على كل حال، على مستوى الاحزاب، على مستوى الاحزاب هي موجوده ونقدر نقول موجوده بكثره. تلقى في بعض الاحيان في بعض المناسبات الانتخابيه توجد بعض المناضلين اللي هما مناضلين مخلصين وربما صح يسعوا للتغيير، يعني وللعام يعملوا بجهد من اجل التغيير، يعني تغيير حقيقي، يتقدموا للترشح في ترشحات. انا نتكلم غير في ترشحات. هناك ازدراء واحتقار في الترشحات. المناضل هذاك اللي عاقل وما يخبطش كيما نقولوا الطابله وكلش، يحقروه يخليوها، قال انت راك من كلاسي الساتيام ولا الواتيام ولا النافيام ولا الديزيام ولا ديفوا، ما يقدموهش في القائمه. لا، ما عندوش الدراهم، ما عندوش الكتاف. بارك الله فيك. يكون هو من طبع الانسان اللي يعني تلقاه اون جينيرال تلقاه عاقل، ما يحبش يعني يفرض نفسه وكلش، هذاك ديما محقور. لما تفرضش وتضرب كيما نقولوا هنا تضرب يدك في الطابله، ما عندكش، ديما تبقى مجنبينك
ومطرفينك. نعم. يعني هذه ظاهرة أنا لاحظتها، لاحظتها يعني في عدة، وشوف بعض الأحيان شفت في حزب لافان أنا والله شفتها في على مستوى ولاية البليدة في وقت فات لما جات الانتخابات، الانتخابات البرلمانية نتذكر أقسم بالله بعض الناس ما كان لا مناضل لما كان مسجل في الأفلان أصلا. لما جات تكهنات باللي لافان في المنطقة هذه راح يفوز بنسبة 90 إلى 80 إلى 90%، والله تلقى الناس تمت في الأموال، وهذوك اللي كانوا ناضلوا مقبل ويعني عندهم تاريخ في النضال والله كلهم طرفوهم. نعم. اللي سكيما وزن تسحب الشكارة هو اللي تقدم وكان على رأس القائمة. نعم، شكرا للأخ عبد العزيز. نمر للإخوة الميكروفون من فضلك عبد القادر، ومن بعد نجي لك الأخ أمين من تيزيوزو. أخ عبد القادر، بقاو لنا مجموعة من النقاط، نحن الآن نقترب من نهاية البرنامج. الآن رانا نناقشوا في النقطة نتاع الأحزاب، إذا كان ممكن هو أنه تزيد تضيف لنا بعض الأشياء. هي مرتبطة ببعضها، الأحزاب، القنوات الفضائية، الصحف، الإعلام بشكل عام، في الأنترنت أيضا، على جل باش نمشي له النقطة نتاع الخط. شكرا أخي نوردين، نحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحيي الإخوة من الجزائر وخارج الجزائر. يعني الموضوع هذا يعني الحجرة، دولة الحجرة ومجتمع الحجرة، يعني لما الإنسان يمشي للجزائر ولا لما كنا في الجزائر، يعني بالتعبير الجزائري الحجرة تبعبع في كل مكان، يعني كل مكان في كل اتجاه تتجهه أفقيا ولا رأسيا عموديا تحس هذاك التلوث البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية. الحجرة في كل اتجاه. خويا نوردين، ما تشوفش الحجرة بالعين، يحضرك بالعين. صحيح. تدخل القهوة هذاك اللي عنده يروح ليه يسربيلو، هذاك اللي ما عنده والو راهو ثما، يحضرك بالعين. والمقاهي يتعبر على لي زالجيريان ولي جون سورتو، الانفايرمنت نتاعهم هي المقاهي، يعني يمشوا للقهوه فمن خلال المقهى تعرف الحجرة. في الطريق خويا نور الدين، لما تسوق في الطريق تحس بالحجرة، ومن الطريق تعرف ثقافة المجتمع. تسوق في الطريق يجي واحد من وراك هكذا يمشي بسونترون سونكارون يشعل لك ليفار ويقول لك بعد من الطريق، واش نسميوها هذه؟ وكل الجزائريين راه يلمسوها، يعني كل الجزائريين والشباب يعرفوا هذا الأمر. والمشكل أن اللي تربى محقور يرجع حقار، سا لو بروبليم، اللي يتربى محقور يرجع اوتوماتيكمو حقار. وهذا واش وقع لنا في البلاد، يعني تنشئة الجيل بالضرب وبالحقرة في البيت، ومن بعد كذا قال الاخ من قبلي بارك الله فيه من الجزائر، ومن بعد المدرسة، ومن بعد كذا تعيش في تلوث ثقافي. فهذاك التلوث الثقافي والتنشئة وكذلك وإلى غير ذلك تخرج أنت بالضرورة تخرج حقار. نشوفوا المرأة اللي تسوق في الجزائر وتأخذ الطريق يعني في سيارتها محقورة، يعني في الباركينج محقورة، في الطريق محقورة، يقولوا لها بعديت وش ما تعرفش تسوق، يعني نظرة الاحتقار، نظرة يعني شيء رهيب. وإن شاء الله إخواني الجزائريين يسمعونا ويعاودوا إعادة الترتيب العقلية والاهتمام بالأمر هذا. الحجرة نتاع خاوتنا نتاع الاحتياجات الخاصة، خاوتنا اللي عندهم احتياجات خاصة، اللي مسكين ما يشوفش ولا اللي ما يهدرش ولا اللي ما عنده بروبليم ما يتحركش ما يمشيش الى غير ذلك، هذوك ما نهضروش عليهم هذوك محقورين، يعني وكانهم ما اكزيستيوش كاع في البلاد، يعني
يعني الانسان اللي برجليه وبعينيه وبعقله وكذا ومحقور، فما بالك هذيك الشريحه الاجتماعيه يعني. والمشكل ان مثلا الشرطه تحقر المواطن، ولكن داخل الشرطه كذلك اخي نور الدين، لما ندخل في الشرطه نلقى ان الضابط يحقر الشرطي البسيط وهكذا. الشرطه فيها واحد الحقره عجيبه، وانا عارف واش راني نتكلم. داخل الشرطه، داخل مؤسسه الشرطه فيه حقره كبيره، داخل مؤسسه الجيش فيه حقره عظيمه وكبيره. إذن المشكل، مشكل راك ضربت في العمق، راك ضربت في العمق، لأن لو موديل الجيريان ولا الشخصية الجزائرية خرجت من محيط ملوث بالحقرة، فمباشرة يرجع حقار اوتوماتيكمون، يرجع حقار. وهذا باش نرجع، باش نجاوبك على السؤال تاعك بارك الله فيك، على وشنو المظاهر تاع الحقره في الاحزاب. نعم. الاحزاب، الحزب السياسي ولا اي اداره سياسيه ولا في الجزائر، يعني هي نتاج، هي نتيجه. وهذا الحزب منين متكون؟ متكون من جزائريين، والجزائريين هذو كما قلت نشؤوا تنشئة حقرة، يعني جو ملوث. فهو بالضرورة هذا الحزب إذا شفنا له ككيان، الحزب يقصي حزب آخر ويحقر حزب آخر، هذا ككيان سياسي. كي نروحوا نتعمقوا داخل الحزب نشوفوا الحقرة تبعبع كذلك داخل الحزب. مثلا الإقصاء، عملية الإقصاء وشنو هي؟ عملية الإقصاء هي ظاهرة من مظاهر الحقرة، يعني نقصيك لسبب من الاسباب، يا اما بنعم، يا اما انت يا ماكش من جهتي انايا الجهويه، هذاك من جو سي با من الخميس، وهذاك من الغواط، وهذاك من كذا الجهويه. فالجهويه هذه تخلي يعني مشكله الجهويه في الجزائر نعرفوها يعني، تخليك تقصي الغير، وهذا مظهر من مظاهر الحقره. كذلك أن حزب عنده رئيس الحزب يقعد سنوات وسنوات لأسباب معينة، يا إما سبب النفوذ، يا إما سبب المال، يا إما سبب الكلون تاعو قوي في الحزب، يعني يشد الحزب أكثر من مش عارف أنا من 10 سنوات ولا 15 سنة وهو رئيس حزب. هذا وش تفسره؟ هذا ما تفسرش بحقرة المناضلين الآخرين. التزوير واش معناتها التزوير؟ التزوير هو مظهر من مظاهر الحقرة السياسية. لما مثلا يكون انتخاب، ولا يكون مثلا فيه ترشحات ولا المنصب من مناصب الحزب، ومن بعد نزوروا هذاك الانتخاب، واش معناتها؟ هذه حقرة سياسية، يعني نحقرك، نحتقرك، ان ما نسمعش بالإرادة تاعك السياسية، نزور الإرادة السياسية تاعك. يعني والجماعة اللي مثلا تنادي بالتغيير، والأحزاب اللي تنادي بالتغيير، هي لازم لها التغيير في عقلياتها، في ذاتها، في شخصياتها، لأنها هي تقصي بعضها بعض. وهذا ما نشوفه في الساحة أخي نور الدين، شحال من مبادرة ظهرت من مبادرة التغيير، ولكن كل مبادرة تقصي مبادرة ثانية، وكل جماعة تقصي جماعة أخرى. وهذا يعني نعرفوه في الواقع، يعني ماهوش حاجة يعني. ولذلك أنا نشوف بلي هذه الحقرة، والحقرة إذا درسناها أخويا نور الدين عندها يعني عندها أسباب تاريخية. ما ننساوش الجزائري في قرنه 30 سنة هو محقور، هو خماس، ما عنده حتى دوزيام، يعني ما نشوفوش الحقرة غير جاتنا غير من البارح، ولا من التسعينات، ولا من 62، ولا لا، وإنما هي تراكمات. نعم. تراكمات. وهذاك الإنسان المحقور طيلة مش عارف أنا عقل قرن و 30 سنة، لما دينا الاستقلال رجعنا نحقروا بعضنا بعض، ويا للأسف. ولذلك لازمنا هذه نتكلم عليها في الخلل وفي الحلول. لازم بروسس عملية لازم لها الوقت،
نعم. ولازم لها تضافر جهود ولازم لها امور كثيره باش نخرجوا من هذا الانفايرمنت نتاع الحقره ونخرجوا نموذج ماهوش حقار، يعني نموذج الجزائري يكون انسان مثقف، انسان يعرف قيمه الغير، يعرف يحترم الغير، يعرف يتعامل مع الغير، يتعايش مع الغير وهكذا. نعم. يعني امر ماهوش من السهوله ولكن غير مستحيل. وشكرا اخي نوري. نعم شكرا اخ عبد القادر. قبل ما نمر لك الاخ نوري نعود في النقطه نتاع الخلل، بودي هو انه نزيد نضيف بعض الاشياء المتعلقه بهذه النقطة نتاع الحقرة في الأحزاب وهذا الناس اللي راهم يناديو بالتغيير، القنوات الفضائية، الصحف، الإعلام بصفة عامة، على جل باش نمشيو للنقطة نتاع الخلل. لا شك هو أن الحقرة هذه اللي كنا احنا نتحدثوا عليها منذ بداية البرنامج موجودة في الأحزاب، لأنه هذه الأحزاب هذه وهذا الناس اللي راهم هما مناضلين في الأحزاب منين جاو؟ مش جايين من كوكب واحد آخر، هما راهم جزائريين، بالتالي أيضا هما راهم مصابون بهذا الفيروس نتاع الحقرة. إذن الحقرة موجودة في الأحزاب ونعطيه أدلة. قال مثلا في القوائم نتاع الانتخابات رانا شفناها، قال مثلا في حزب جبهة التحرير ولا شفناها في أحزاب واحدة أخرى، راهم الآن صاروا ناس راهم يبيعوا في القوائم، يعني تلقى رئيس حزب ما عندوش مناضلين، يجيوا ليه ناس من ولاية معينة، وراكم تعرفوا الظاهرة ذيك نتاع العروشية، يجيوا ليه عرش الفلاني ضد العرش الفلاني ومن بعد تصير فيه بزنسة. الحقرة داخل الأحزاب تتمثل فيه هو أنه ولات فيه الموالات داخل الأحزاب. إحنا ذكرنا نشوفه قال اللي يقولوا باللي هذو الموالات وهذو المعارضة، ياي داخل الحزب راها موجودة هذو الموالات، الرئيس الحزب ولا الأمين العام نتاع الحزب والمعارضين راهم كاينين. بعض من الناس درك الآن هذا في ما يسمى بالديمقراطية، لأنك أنت ما تقدرش تلقى ناس كامل على رأي معين، يجيك موقف هذا هو يتعلق بسيادة الحزب ماشي سيادة البلاد، سيادة الحزب، لأنك أنت الحزب هذا المفترض عنده مشروع، عنده برنامج، راهو يناضل من أجل على جل باش هو يطبق البرنامج نتاعو. مرات هو أنه كاين بعض الأشياء تصطدم بها على أرض الواقع، وإن أنك تلقى الحزب هذاك يعني راهو محشور في خانة بحيث أنه راهو رايحة تسقط منه هذيك السيادة، يولي وكأنه لجنة مساندة، يولي الحزب هذاك لازم يأخذ موقف. مرات درك الآن رئيس الحزب هذاك ولا الأمين نتاع الحزب هذاك رايح يلقى ناس معارضين، يتخذ مثلا موقف هو لمساندة شخص معين، راه رايح يلقى معارضين له، بالتالي راهو رايح يصطدم هو وتولي فيها الحقرة على أساس أنه موالاة ومعارضة. ودرك الناس راه تحكي على بوتفليقة، قال بوتفليقة والسعيد، راه في كل حزب كاين بوتفليقة والسعيد، راهم كاينين بعض من الناس دركا راه معاه خوه ولا معاه مرته، إذا حبيت تحكي مع رئيس الحزب احكي مع خوه ولا احكي مع مرته ولا مع هذاك الإنسان اللي راه هو، يعني الشكل اللي راه موجود في النظام تقدر تلقاه في الحزب. والقنوات الفضائية نفس الشيء، قنوات الفضائية ذوك راهم عندهم هما خط معين، حتى وإن كان الناس راهم يدرقوه ولا عندهم خط معين، إذا مشيت انت في الخط هذاك اللهم بارك، إذا كان انت عارف راح تسلط عليك الحقرة. كان اللي راهم يخدموا في بعض القنوات قال مثلا كاين مثلا منحة بريم يمدوها، يقدر يستثنى منها شخص يحقره، او مثلا ستاج يعني تربص فترة نتاع تدريب يستثنى منها، كذلك يهمش، قال مثلا يقدروا يصنعوا واحد يعطيوا له برنامج ويعطيوا له معلومات وكذا ويزودوه ويوسيوا به في المقابل يحقروا انسان. المصالحة الجزائرية مشروع نهضة شاملة.
كما قلت إذن في كل حزب راه موجود بوتفليقة، وفي كل حزب موجود خوه سعيد للأسف الشديد. هذه ظاهرة يعني صرنا نشوف فيها في الأحزاب، يعني بحيث هو أنه إذا كنت مقربين أنت رئيس الحزب والله الأمين العام، بالتالي راها راح تكون لك مكانة داخل الحزب. إذا كنت تعرف تضرب الصنيط راها تعرف تضرب الزرنة، بالتالي راك تكون من الراقصين، وراها راح يعني تكون عندك يعني كلمة، وتكون عندك يعني مكانة في هذاك الحزب، وراك راح تقتسم معهم هذيك الكعكة هذيك. إذا كان عرضت رئيس الحزب والله عرضت الأمين العام، مع أنه الديمقراطية تقتضي هو أنه في بعض القرارات تتخذ يعني هكذا من خلال النقاش ومن خلال الحوار ومن خلال الأغلبية داخل الحزب، من خلال بطبيعة الحال القانون الداخلي والنظام هذاك الأساسي نتاع الحزب. للأسف الشديد هو أنه صرنا نشوفه قال رؤساء أحزاب هكذا، القانون نتاع الحزب شيء والقانون الداخلي شيء، ولكن هو فوق القانون وفوق المساءلة وفوق الحرية وفوق الديمقراطية وفوق كل شيء، يعني لا يسأل. بالتالي هذا رئيس الحزب اللي راهو درك هو يزعم من أنه راهو قال مثلا الناس هذو اللي راهم في النظام حقارين، يصير هو يمارس في الحقرة داخل الحزب نتاعو. إذن الحقرة موجودة داخل الأحزاب، أعطيت مثال القضية نتاع الانتخابات ومن بعد لكم التفصيل. كذلك في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام موجودة، رانا نشوفوا فيها دركا قنوات فضائية، رانا نشوفوا فيها في الصحف، قال واحد صحفي يروح يتعب يدير هو تقرير، والله يروح هو يجتهد، يجي واحد يلا ياخذ له التقرير تاعو هذاك، ينحي الاسم نتاعو ويدير الاسم نتاعو وانتهى الأمر. رانا شفناها دركا، راهم كاينين صحف وكاينين قنوات فضائية عايشين بالسرقة، السرقة نتاع المقالات، السرقة نتاع الصور، السرقة نتاع الفيديوهات. ويا ليتهم على الأقل يخليو خليو قال مثلا الشعار نتاع الفيديو هذاك والله اللي هزو ينحيه ويدير الشعار نتاع القناة نتاعو، وينحي هذيك الصورة ينحيها ويدير الشعار نتاعو كأنه هي ملك نتاعو. وهذه راها نوع من الأنواع نتاع الحقرة، بالإضافة إلى أنه المبادرات كما تفضلوا الإخوة، هناك الكثير من المبادرات، هناك استخفاف بالعقول نتاع الناس، هناك ازدراء، وهناك محاولات كثيرة من أجل يعني التعدي على الأفكار تاع الآخرين. يعني بحيث أنه قال مثلا تلقى واحد صاحب مبادرة يحقروه لماذا؟ لأنه ربما راه هو مش معروف، ولا ربما ما عندوش الكتاف، ولا ما عندوش كذا، يحقروه، يهزوا الأفكار هذيك بالذات هي نفسها ويتبنوها بشكل واحد آخر. حتى أنك الآن درك الآن رانا موجودين في الإنترنت، وراها كاينة مثلا مواضيع والله كاينة قضايا يستطيع الإنسان هو أنه يعرفها من خلال التواريخ. قال المقال هذا نشر سنة 2007 بالتاريخ الفلاني، يجيك واحد في 2016 يهز لك الكلام هذاك اللي انت قلته في 2005 والله في 2004 ويجيبه لك هو في 2016 وكأنه هو اللي جابه. يعني منذ أيام فقط كنت نسمع في واحد، ما نقولش واحدة، واحد تخيلوا كلام قالوا علي بالحاج، قالوا في سنة 1990، كلام قالوا علي بالحاج قالوا في سنة 90 في تجمع، هزته واحدة وتردد فيه وكأنها هي صاحبة الكلام هذاك. ترك رئيس حزب عندك المشروع، ذيك المرة أيضا نسمع فيه واحد يقول في كلام قالوا هذاك الهادي الحسني قالوا في تجمع في البليدة، قالوا على أحمد طلب الإبراهيمي، وهذا رئيس حزب يهز في الكلام هذاك نتاع الهادي الحسني اللي قالوا هو في تجمع سنة 1999 في البليدة ويقول فيه هو في سنة 2014 وكأنه هو صاحب هذاك الكلام. الحقرة وش هي؟ هو أنك أنت تتعالى على الآخر،
هذه هي الحقرة. وش هو؟ راه النوع من الأنواع نتاع العنصرية. الحقرة هو أنك أنت لا تعير اهتمام للآخر، تذلوا، تهينوا، تستصغروا، تحقروا، ولكن فيما بعد رانا نشوفوا درك احنا على أرض الواقع، نشوفوا من أنه هذا الحقارين هذو مرات هو أنك يهزلك حاجة ومن بعد يولي يهدر بها وكأنه هو صاحبها. يعني ما بقاتش غير في الحقرة برك، حقرة، رخص، سرقة، تبلعيط، نصب، احتيال، كلها مجتمعة في هذا الناس هذو. إذن فيما يتعلق بهذا النقطة نتاع الأحزاب، إذن الحقرة موجودة، الحقرة موجودة في القنوات الفضائية، موجودة في الصحف. رانا شفنا مثلا في الصحف مرات وين أنه واحد قال ينفرد بخبر معين، تروح صحيفة واحدة أخرى تهز هذاك الخبر هذاك تقرمطو وتدير الاسم نتاعها ولا تدير مصدر مجهول على جل باش هي تتهرب من نسب هذاك الخبر لصاحب هذاك الخبر ولا لصاحب هذاك التقرير. في الانترنت حدث ولا حرج. الانترنت الان درك راها صارت، صاروا فيها باحثين وصاروا فيها علماء وصاروا فيها دعاة وصاروا فيها مشايخ. مرات هو انك انت تشوف الناس ينقلوا في اقوال نتاع علماء ونتاع مفكرين، يا خويا هز انت راك هزيت مثلا المقوله هذيك نتاع عالم انسبها ليه، قال هذا راهو قال العالم الفلاني. تي كيفاش انت تروح تهز مثلا الموضوع والله مقال والله كذا ويعني وتدير روحك باللي انت هو صاحبه؟ كيفاش؟ شويه يعني الناس راها تعبت، الناس راها اجتهدت، والناس راها ممكن راهم دفعوا اموال وراهم بذلوا اوقات وكذا. يعني اضعف انت بالطريقه هذه، واش راك دير؟ راك بالطريقه هذه انت راك تبيح في السرقه، فيما بعد يوليو يطيحوا عليك، يجيك النار انت ربما ماكش ما تبذل جهد والله، يجيو يديوه لك وهكذا. اذا هذه باختصار فيما يتعلق بالنقطه هذه نتاع الاحزاب والقنوات. الان نرجع لك الاخ نوري، من خلال هذا الشيء اللي قلنا احنا درك كله، درك الخلل هذا وين راه موجود؟ يا هل ترى الخلل هذا راه هو نتيجة نتاع مرض نفسي؟ يا هل ترى هو نتيجة نتاع تراكمات؟ يا هل ترى الخلل هو راه في التربية؟ يا هل ترى الخلل هو راه في الأسرة؟ يا هل ترى الخلل راه في النظام؟ يعني هذا الحقرة هذه اللي الآن راها موجودة، موجودة في الأسرة، موجودة في الإعلام، موجودة في الأنترنت، موجودة في الجيش، موجودة في الأحزاب، موجودة في القنوات، موجودة في الصحف، موجودة في الشارع الجزائري. صارت هو أن الناس تتفاخر بالأنساب نتاعها، يعني الحقرة بالنسب، يعني قال مثلا هذا راه ولد عائلة والآخر ذاك راه إنسان كذا. صار يعني فيه احتقار حتى نتاع الدول، يعني الدولة تحتقر دولة واحدة أخرى. دولة كيف ما رانا نشوفوا درك في هذه الحروب هذه، دولة يعني تحقر. الخلل وين راه؟ أخ نوري، أخ نوري هل تسمعوني؟ للأسف الشديد الأخ نوري. تفضل عيسى، تفضل عيسى، دوك نعود نجيبوا الأخ نوري. تفضل عيسى هل تسمعوني؟ نعم نعم تفضل. ساعات الله سوري تبلوكي. المهم الخلل يعني في الحقيقة يبدأ من الأسرة ويجي طالع من البيت، كما كنا نحكيو قبيل، من الأب للأم للأبناء للبنات والأرواح، يعني راح يتعمم على الشعب كل هذا الخلل فينا كل. وزيد الامكانيات والله الناس اللي هذا اللي ينكادروا زعما الشعب المسؤولين علينا وليزيليت تاعنا والمثقفين هما يستعملوا ما عندناش ما انا جامي سمعت واحد مثلا كيف يعالجوا مشكل ما الرشوة نحكيو عليها أكل والحقرة نحكيو عليها أكل، بصح ما كاينش وسائل لمعالجتها وكيف نتصدوا لها وش نديروا به نخرجوا. ما سمعت حتى مسؤول في حياته قالها،
كانه رانا على هذيك دوك رانا نعتبروا حنا ماناش عالم ثالث، رانا عالم سادس ولا عالم ما اكزيستيش، خاصه في الجزائر. الجزائر خاصة والشعوب العربية، وطلع من من المحيط الخارجي ثاني كيف كيف، يعني لأنه ارتسم علينا مشكل ديكتاتورية محطوطة على الشعب. حتى اللي يحوس يغير ولا اللي يحوس يعدل الأمور ما يعطونوش فرصة وما يخليوش حتى ويقول كلمة طيبة. اللي يقول كلمة الحق في الجزائر هو اللي مش مليح. والناس من هذه ولا لا يختني، الله يسهل، موش راح يتعدل الشعب هذا وعشينا في هذا الرول موالي، يعني ندوروا في حلقة مفرغة اللي راح يعدل ما كانش واللي حوس ما خلاوش وعشينا. أنا نقول ديما الشعب مشترك، اسمه رانا اسمه هاد المسؤولين هاد خارجين من الشعب، اسمه نظام وشعب مشاركين في الحقرة. تبدا الحقره كما قلنا قبيل من المدرسه ولا من البيت ولا من العمل ولا من مطالبه بحقوق ولا المطالبه بشيء، والواجبات واحد ما يحكي عليهم، يحكي على المطالبه بحقوق بصح الواجبات ما عندوش شي يقدم. وش هو واجبك الجزائر هذه؟ شرط غير تدي، واش تمد انت؟ واش قدمت الجزائر؟ واحد ما يقدم، سي نورمال كي واحد ما يقدم ما يلقاوش. هذا هو، هذا في رأيي أنا الخلل. وزيد برك واحد النقطة هاي صارت غير بهن تبين باللي النظام الحاكم ذركا في الجزائر ما زال يتحكم في الشعب ويمشيه كما يحب. ها وتشوفوا المقابلة تاع فلسطين، هذه مقابلة تاع فلسطين، شو كي يحتوىها النظام وهو اللي وجدها ولم فيها الشعب ودخلهم في سطاد في قاعة مغلقة، وتحيا فلسطين ومعاك يا فلسطين. أنا مانيش ضد، أنا من الناس المناصرين، ونتاع الجزائر ظالمة ومظلومة اللي قالها ميتاجروا باللي قالها، والظاهر الرئيس اللي راح يجينا هو اللي راح يطالب بهذا الشيء. ظالمة ومظلومة ما قالهاش هذا النظام، تقالت في السبعينات، ذوكا ميتاجروا بها، وذوكا أنا نتحداهم هذا اللي راهم يقولوا، نتحدى الساعة النظام، ابعثوا لنا طلب آخر، ابعثوا إعانة الفلسطين. ابعثوها ترى، هيا ديروا ترى، بينوا لنا ترى رجلتكم. وبالنسبه للشعب، نرجع للشعب هذا اللي راهو معاك يا فلسطين ومعاك ومعاك، ونروحوا نحاربوا وحلوا لنا الحدود. انت الخدمه الوطنيه تهربوا منها، تروح تحارب انت؟ باش تحارب؟ لا عقيده معدوله، لا يقين، لا ايمان، لا تدريب، لا امكانيات، يقول لك راح نحارب. واش تحارب؟ هضره غير باطل. شراك الفم عندنا هنا خلق في الجزائر، واش راح تحارب؟ معاك فلسطين، معاك، نعم رانا مع فلسطين، معليش بصح واش قدمت لفلسطين هذه؟ النظام هاو دبالكم طاف لمكم في سطاد 75,000 وهز لي الدراب، وهذا ما كان. صح عطاتنا أولوية للجزائريين كجزائريين، أنه أول دولة اعترفت بدولة فلسطين في 88، وبعدين دفعنا الثمن كله وصلنا لذلك الهدف. ودركا هاو زادوا داروا اول مقابله فريق فلسطيني في الجزائر، ترى هذا شرف لينا، شرف للجزائر، يعني معليش. بصح واش قدمت بلا الهضره؟ واش قدمتوا يا جزائريين؟ واش مديتوا؟ واش قلتوا؟ واش درتوا؟ هذا موضوع واحد اخر الاخ عيسال. الموضوع تاعنا هو حول الحقره، والسؤال تاعي هو حول الخلل. الخلل وين راهو؟ احنا الشعب نتاعنا كيفاه يحقر بعضاه وحوس يبين روحه باللي حاجه، وحنا رانا مغرورين في بعضنا. نعم حنا مهلوكين، رانا عالم سادس، انا لا عالم ثالث، صار احسن منا بكثير، فاتونا تاع العالم الثالث. نعم العالم الثالث حنا ما وصلناش. تفضل اخ. نعم شكرا للاخ عيسى من كندا. اسمح لي الحلول ولا تخليها من بعد؟ اصبر شويه الاخ عيسى. تفضل الأخ نوري. الأخ نوري، نحن الآن في النقطة نتاع الخلل. نعم شكرا الأخ نوري. أولا بالنسبة للخلل، بما أن الحجرة هي يعني جل المتخصصين والمفكرين يصنفوها كظاهرة نفسية اجتماعية أو كمرض نفسي من الأساس، فلا شك أن الخلل يعود إلى نفسية الإنسان، إلى نفسية الفرد. هنا يكمن بالدرجة الأولى.
وكما ذكرنا أن الحجرة هي في الأساس كي تكون في نفسية الإنسان، هو أنها تخيل ذلك الإنسان أو تلهمه أو تصور له تصور مزيف تدفع به في غالب الأحيان أنه يشعر بالعظمة، يشعر بحب النفس، يشعر بالغرور. نعم، قال مثلا فريق نتاع كرة القدم يحتقر فريق واحد آخر. نعم، هذا كمثال يعني. نعم. اللي ضربته في كل يعني هذا المثال ينطبق على كل المستويات وكل الميادين. فبالتالي النفس نتاع البشرية، بما أن هذا المرض النفسي مرتبط ومتعلق بالنفس البشرية، تلقى واحد مثلا فارغ خاوي كما نقول احنا، ما عنده والو، لا مستوى ثقافي، لا سلوك، لا ادب، لا 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 اي شيء. انسان في الموت حطه ما يجيب لك والو، ما يستحق حتى الحاجه. فتلقاه مثلا هذا الوهم، هذا التخيل، هذا المسموم اللي عنده في عقله، يصور له النفس البشريه نتاعو ترد عظيم، ينفخ في روحه بالريح، ينفخ ويطلع في روحه ويرفع في روحه ويولي يشوف روحه، يتصور في روحه وكأنه فوق الجميع. نعم. هنا كي يوصل هذا الإنسان هذا المستوى، هذا التصور المزيف اللي ترسم له النفس نتاعو، هذا التصور يولي النفس نتاعو تعطيه باش تدفعه يتصرف بسلوكات هي في الأصل حقيرة. يولي كما نقوله يستخفف بالناس، يستصغر بهم، يهينهم، يدير كل هذه الأمور، وبالتالي يولي يستحقر لأنه ما عندوش أسلوب آخر يتعامل به. وبالتالي هنا لما نخصوا الخلل ونقول باللي موجود في النفس البشرية، فكيفاش جهد احنا، كيفاش تدخل عندنا؟ هل المجتمع الجزائري، الإنسان الجزائري كان فيه هذا المرض من قبل؟ هل إذا رجعنا للتاريخ كان يعني عنده الحجرة؟ ما كانش فيه هذا الأمر. هذا الأمر تزرع فيه، داروه فيه، ولا بدينا نقولوا الخالق كيفاش داروه فيه. نرجع مثلا في البداية منذ يعني الاستقلال، النظام منذ الاستقلال إلى الآن يعني بمختلف المراحل اللي مر بها، هل وجدنا في مرحلة معينة من هذه 50 سنة ولا 55 سنة ولا شحال هي، اعتنى النظام بالإلمام بكيفية التفكير ومعالجة قضايا الوطن؟ احنا رانا الان في 2016 وما زال انت امازيغي، انت عربي، انت مزابي، انت من جهه فلانيه، مازال هذا الامر عايش فينا، مازال في نفسنا. وما دام مازال كان هذا الشيء عايش في نفوسنا احنا كجزائريين، غادي نستعملوا بالضروره الحجره، لان الواحد مزابي يحقر واحد عربي، واحد عربي يحقر واحد قبيلي، واحد قبيلي يحقر واحد عربي، وبالتالي نبقاو ندورو في التخبطات والتراعطات للنظام في مرحلة من مرحلة من هذا المرور نتاعو استغل هذا الظرف وخلاه ما بغاش يعالجه، خلاه باش يبقى. علاش؟ لأن هذا الاختلاف، هذا الاضطراب اللي راني نحكي عليه، هو اللي ساهم في استمرارية وبقاء هذا النظام المستبد، لأنه عارف باللي كان يزيح هاد الجهوية وهاد الاختلافات الحقارة، وهذا عارف باللي هاد الشعب غادي يتوحد وغادي يفيق وغادي يطير هذا النظام المستبد. إذن هناك عامل تاريخي غرسو، كذلك هناك عوامل أخرى يعني تدخل في الخلل، ذكرها بعد الإخوة من خلال الممارسات نتاع بعد يعني المعلمين والأساتذة. احنا نعرفوا كان بعض المعلمين اللي التلميذ من اللي يجي هو يضرب فيه حتى مسكين هذاك يكره القراية، واللي يشوف هذا المجتمع على أنه حقار، واللي يشوف ذاك الناس الكبار على أنهم حقارين ويغرس فيه الحقرة. هذاك الإنسان ربما من بعد بمرور الزمن يدخل شرطي ولا يدخل دركي، يولي يمارس هذه الحقرة بطريقة غير إرادية. علاش؟ كان قال واحد الأخ على مدار فؤاد أن الحقار ما باغيش يحقر، عنده الحق في هذه الكلمة، لأنه نفسيا الحقر هو ما باغيش يحقر، هو يحقر بطريقة غير إرادية، وكان انتقام نفسي، وكان شيء في نفسه الداخل تكبر فيه هو اللي يدفعه بدون شعور حتى أنه يمارس الحقرة وما فايقش بها باللي راه يمارسها. هو مرض نفسي لازم له علاج في الواقع. بالتالي كذلك كنت تكلمت على الإحزاب مثلا، الإحزاب هذه اللي رانا نتكلموا عليها راكو تشوفوا باللي فقدت الشعبية نتاعها، راهي ماشية وتنقص وراه ماشية وغادي تضيع. لماذا؟
لأن هذه الأحزاب هي عند ممارسة الحقرة فريدة من نوعها، أي أن أي عضو لازم يدخل في حزب معين لازم يكون تبعية، لازم تكون تسمع، لازم تكون تطيع، لازم تكون تمارس التملق، لازم تكون تحب الزعامة، وما عندك حق فاش أنك تناقش وأنك تقدم أفكار وآراء من أجل يعني تطور الحزب وتنمية الحزب، لا. وبالتالي هاد الزعامة، هاد المسؤولين تاع الأحزاب هما عندهم أغراض أخرى، هما عندهم حب التسلط لمناصب، لمصالح، لمشاريع بيناتهم يعني يرادفوا، وداز من تاعي لا تدخل في الأحزاب تاعك تبقى تابع، ولا بغيت تمد رأي آخر ولا تصور آخر غادي يقصروه غادي يحقروه، هذا هو. ورانا نشوفوا النتيجة نتاعو في الراها. كذلك كان بعض الإخوة نذكرهم يقولوا باللي زعما احنا العرب مثلا ضد الأمازيغ ولا لا لا، العكس، انا كنت من الناس اللي كان يحب مثلا يسمع لحزب جبهة القوى الاشتراكية، ولكن للأسف الشديد نقولها بصراحة ان الحزب جبهة القوى الاشتراكية كان يجتهد بكثير فقط في الأماكن اللي موجودة في القبائل، الأماكن الأخرى في الجزائر كثير من الأماكن لا يسمعون به، وبالتالي كيفاش هذا ما نعتبروش أنا حقرة لي كعربي مثلا؟ علاش ما ينتشرش الأفكار نتاعه والحزب نتاعه؟ لأنه هو جزائري، هو طبعا جزائري وبغى الخير للوطن كل، علاش ما نشبروش مثلا النشاط نتاعه في عين صالح ولا في تمر ناصت ولا في وهران ولا كما هو موجود في منطقة القبائل؟ علاش؟ هذا خطأ موجود في الحزب، لأن الحزب هو حزب وطني ماهوش حزب جهوي ولا قبائلي اللي كان بغي الخير للبلاد. هذه كذلك الأمور لازم، هذه الأمور هي خلقت، هي السبب في الخلل في هذا المشكل اللي رانا نحكي عليه بصفة عامة. هذا ما الذي أنا أقوله وترك الفرصة. شكرا الأخ نوري. تفضل الأخ مولود في النقطة نتاع الخلل. أخ مولود، ألو تفضل الأخ فؤاد في النقطة نتاع الخلل. نعم معليش. تفضل الأخ مولود. معليش ندخل دو؟ ها تفضل. تفضل. تحب تمد واسم الأخ؟ تفضل دوك نعاود نرجع ليها. تفضل. شكرا. الخلل أنا على حساب وجهة نظري أنا هو يكون أنه يعني كما تفضلت أنت وتفضل الأخ من قبلي، هو مرض نفسي، يعني إنسان يكون عنده كبت هو كان تمارس عليه الحقرة بطريقة أو يعني أو بأخرى، وما لقاش الناس اللي تسمى نصفاته، ولا مثلا ما لقاش الناس اللي تسمى سمعت له، هل الإنسان هذا لما يتربع مسؤولية ينتقم؟ يعني الحقرة هذا يكون تسمى المصدر تاعها انتقام، يقدر الإنسان ينتقم مثلا كيما هذا الرئيس الحالي هذا يعني في السلوك تاعه يعني نكاد نرى نبرة من الانتقام، يعني في وجهه، يعني كأنه يريد أن ينتقم من الناس اللي هو يعتبر أنهم حقروه في 79 لما توفى الرئيس هو البومدين. فلما عاد بواحد الشحنه هذا الانتقام هذا الانتقام ممكن نديروا له برنامج واحد اخر الاخ مولود. نعم الحقرات تقدر تجيب دفع انتقام. نعم. تقدر تجي، انا ما خرجش من الموضوع. لا 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 ما قلتلكش خرجت. انا راني نفكر نعم. في الانتقام هذا باش نديروا له برنامج، كنت من هذه الايامات كنت نفكر. نعم. خاصه فيما يتعلق بالمأساة كنت نفكر في الموضوع هذا، قلت على جل باش يعني ربما الإخوة اللي راهم يسمعوا فينا يتبعوا فينا على جل باش يعرفوا باللي رانا رايحين نناقشوا الموضوع هذا في المستقبل فقط. نعم تفضل. يعني كما قلت يجيب دفع انتقام، يقدر يجيب دفع مثلا الإنسان يكره الإنسان هذاك الآخر. فقلت هي حالة نفسية، اضطراب نفس الإنسان يمارسها، ومن بعد هو المشكل انه لما يتماطل فيها الخلل راهنا، يعني الخلل راه في التركيبه تاع الانسان. اذا بحثت مثلا في التربيه تاعو تشوف مثلا
لما كان صغير يعني مثلا نمورس عليه نوعا ما من الظلم نقدر نستطيع حتى يقدر يكون مثلا ظلم يعني يكون تعرض لي مثلا لحالة يعني تكون شادة هكذا فينتقم من المجتمع تقدر تصير هذه فهي حالة نفسية وفي آخر المطاف هو الإنسان يعني الإنسان ما عندوش إيمان يعني الإنسان ما يخافش من ربي الإنسان اللي تلقاه فيه يعني الحقرة يحقر ومازال يستمر وتنتفخ ويعني ومازال ما عندوش يعني ما عندوش حدود فالإنسان هذا إنسان مريض وما يخافش ربي يعني هو مريض والمرض هذا يزاد ربي سبحانه زاد أعماله البصيرة تاعه وكمل هكذا وبقى يحقر وهذا السلوك هذا راهو يعني منتشر شوف في كل إنسان يحقر نفسه إنسان لما تكون عنده القدرات مثلا ويلقى الناس هادو اللي راهم حاكمين يعني المسؤوليات يشك في نفسه يولي يقول أنا بالك أنا يا راه ما يولي يحقر نفسه يقول لك هاو أنا يحقر الخلق تاعه يقول لك الأخلاق هذه ما داتنيش بعيد إلا قدين نغير الاستراتيجية ديالي فتلقاه يتغير ومن بعد هادو الناس اللي عندهم نفوس ضعيفة يعني يتغير ثم يبدأ ينتقم من الفطرة هذيك اللي كان هو فيها كان يعني إنسان ملتزم وكان إنسان يعني يخاف ربي فينتقم والانتقام هذا ما عندوش حدود لا اسم الأخ نور الدين انتقام هذا العواقب تاعو راهي وخيمة الفعل يعني في حد ذاته يعني لو إنسان مثلا ينتقم اللي قضى ما ممكن يعني نقدروا مثلا نفهموا هذا يعني السلوك هذا نفهموا ينتقم لقضية ما نعم ولكن لما الانتقام هذا يولي يتسرب للمجتمع والضرر يقيس كاع المجتمع يقيس حتى ثوابت الأمة هنا الخطر يعني العواقب تكون وخيمة جدا وتتسرب في المجتمع ومن بعد ويولي ظلم هي في حقيقة الأمر هاد الحقرة هادية هي كما رانا عرفناها بالطريقة اللي رانا نتكلموا بها الآن هو ظلم انا يعني ما يعني خرجنا من التعريف تحل لغوي بمعروف عند يعني عند اللسان العرب يعني يحتقر انسان يصغر شيء يعني يحتقر ما يعطيهش اهميه فهنا الحقره عندنا يعني ولهذا في بدايه الحلقه لما قلت لك الحقره عندنا هي كثير ما تمارس بالنوع من الظلم يعني يكون فيه ظلم نقدر نحقرك انا مثلا ما نديرلكش قيمه يعني الكلام تاعك ما نديرلوش وزن كاع يعني انا نحقرك بصح ما نجرش يعني نضرك نحيلك رزقك مثلا نبدا نتكلم فيك يعني في العرض تاعك ولا نبدا مثلا نضايقك يعني في الرزق ولا ما نخليكش يعني ترتقي هذه المضايقات هذو يولي ظلم من بعد يعني يولي يتمثل في شكل سلوك مادي يعني يعرقل الانسان هذاك من ناحيه الاجتماعيه تاعو من ناحيه الماديه من يعني من ناحيه الاجتماعيه ومن بعد تكون الحاله النفسيه تاع هذاك الانسان المظلوم يكون يعني حاله يعني يكون فيها ظلم والظلم ما حتى الظلم هذا قلت لك الظلم في الانسان ما كاش فينا اللي ما يظلمش ما كاش فينا اللي ما يظلمش حتى لما تشكل هذا المصطلح يعني في عند الصحابة وأذكر هذه القصة بالمناسبة لما قالت الآية والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إدارة يعني في الآية يصحوا للإخوة فتشكلت عليهم الصحابة قالوا يا رسول الله من فينا لا يظلم قالوا ليس يعني هكذا فكما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله يا غلام لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم يعني الصحابة الشاهد هو هنا الشاهد هو أن الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا من فينا لا يظلم ما كاش حتى إنسان ما يقدرش يظلم يقدر يظلم حتى النفس تاعه ولكن التمادي هذا الانسان اللي الظلم هذا يده الى انه يطغى وخلاص يعني ما توليش عندها حدود
يقدر إنسان يطغى حتى وين يتزعم ربوبية، يقول لهم أنا هو يعني ربكم الأعلى. نعم. وهذا حدث في التاريخ، وعندنا يعني فيه عبر كثير في التاريخ. الخلل هو الجانب النفسي، الجانب النفس الإنسان، وكذلك الردعة. يعني ما كاش ردع، ما كاش الناس اللي مثلا تنهيه مثلا عن طريق توعية مثلا وعن طريق وما كاش ردع، ما كاش قوة اللي تحبس الظلم هذا. نعم شكرا. نعم. تكون حقرة مثلا واحد يتحقر قدامنا، نكونوا في المطار ولا نكونوا مثلا في بلا، تحقر إنسان وإحنا قاعد نشوفوا فيه واحد فينا ما يتهمش. نعم. هنا هاول يطلع يعني الخلل أنه في السلوك تاع الإنسان هذا، والخلل كذلك ما كاش، أو قل بالأحرى ما كان معروف، والنهي عن المنكر ما كاش. كاش الناس اللي يدخل أحبس، يدخل يعني الحقرة هذه حبسي. ما كاش الخلده هنا، انا اراك ذلك يعني. نعم شكرا الاخ مولود الميكروفون. تفضل الاخ فؤاد، من بعد نجي لك سعيد. تفضل الاخ فؤاد. لازم الخليل في رايي انايا هو اللي وصلنا لواحد السيستم اللي ما كاش ليغاليتي بين الجزائريين، تسمى سيستم في ليفيتاس بزاف. قدم شويه للميكروفون الاخ. قلت لك احنا تسمعني مليح؟ نعم تفضل. نعم دائما قلت لك احنا الخطر الاول هو اللي هذه السياسه تاعنا، هذه السلطه تاعنا وصلت يعني المجتمع الجزائري في سيستم من بلاش بلاد عربيه، ما كانش ايكاليتي بين الجزائريين بين خواتنا. نعم ما كانش المساواه، ما كانش المساواه ولا مساواه يعني في فيتاس ما همش زي بعضهم، يعني ما كانش الفرص. كاين فرص بزاف. كاين واحد البروفيرب بالقاويه اللي يقول لك ديفيزي بور بيان ريني، يعني فرق الناس، فرق تسد. ايوا وتتسلط عليهم كما تحب. نعم. هذا تسمى هذا الخطر الاول. الخطر الثاني بالنسبه للناس قبل الاول، ما عندناش عداله. ما عندناش عداله يعني بصفة كلمة اللي تحافظ وتغارنتي للجزائري اللي يكون يروح يطلب الحقوق تاعو ويتم العدالة، العدالة تعطيه الحق، وهذا العدالة اللي ماهيش حرة تسمح بهذه الفوضى، هذه تسهل هذا الظلم والحقر. ولي حبرو راهم ناسيين يكون حقار عنده الحقار تاعو، وكل محبور هو بعد حقار على واحد اخر. تسمى لازم المجتمع الجزائري ما يخافش، يكون عنده يعني الشجاعه الكوراج باش يشوف يعني ثقافه الاخلاق تاعو، يكون عنده شجاعه باش يعاود يفكر لكن الاخلاق تاعو نضاف ولا لا. نعم. كيما يقول لك لي سوسيتي افونسي، هاد ما سيفيليزي نقولها كيما كان الله يرحمه ابو ضياف، فايتين ما هاد البلدان هاد فايتين اللي عندهم نخبه اللي عندها الشجاعه تحل حوار على الاجتماع تاعها وتجيب هاد الاجتماع باش يتحاور. كيما يقولها خليك ترجم ياسين الرطيم، خلي الاجتماع تكون عنده الشجاعه باش يسولومي اون كيستيون. نعم. باش يحاول يخمم على نفسه، يا درا ربي في ولادي كيما لازم، يا درا نهضر مع المرأة تاعي كيما لازم، يا درا النظرة تاعي في الحياة راهي نظرة نظيفة. الوضعية تاع كل واحد منا هي وضعية مسؤولية. مش عايشين غير الوقت اللي رانا عايشين فيه، رانا عايشين ورانا مسؤولين على البلاد وعلى الاجتماع اللي نخليه لولادنا. نعم. وهاد قالها شكون واصل ولي كبير، هاد البرنسيب تاع المسؤوليه، لكن انسان عايش في بلاد غير باش يجبد منها باش يبروفيتي منها وما يعطيها والو، هاد تسمى في القاويه سا سابيل رانا دي بارازيت.
نديروا الاولاد باش نكملوا اسمنا ودمنا وتاريخنا وعائلتنا، ولكن ماناش يعني نعم سوفيزامون كوراج باش يعني نقولوا واش 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 من واش من افنير نعطيهم. انا ولادنا رانا نديرو بهم دي زانديكابي من الاول، نبداو نضربوهم نحطوهم في 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 نيكول مناش مناش قري باش نروحو نشوفو لا كان شي لي قريهم شي صالح ولا لا، لا ما عندناش المسؤوليه باش نروحو نقولو هذاك الاستاذ ولا هذيك الاستاذه شي لي قريو فيه ما يعجبنيش. نعطيك مثل هذا قريتو في الجريده في الوطن ما عنديش السمانة هذه تاع واحد الأستاذ يقري في جهة الجزائر يفهم في التلاميذ تاعو بلي الإنسان جاي خلقه ربي، الرجل والمرأة جاي من قبل. أنا في أنا في 2016 مازلنا في الجهل هذا. معليش كاين بعض الناس يخدموا كيما هكا، ولكن الواجب تاعنا حنا كجزائريين نعسوا هذا الشيء. نعم. فوالا سي نورتي. نعم شكرا للاخ فؤاد. تفضل الاخ سعيد. اخ سعيد بقاو لنا نقطتين، الخلل وين راهو كيفاش باش نواجهوا الحقره. دونك الخلل والحلول. نعم. دونك كما بدينا التدخل ديالنا دونك سنور الدين، المشكل الاول في الجزائر هو مشكل النظام. لان النظام هو اللي يسير في النظام التربوي، هو اللي يسير في المؤسسات الدينيه. على بالك بلي في الجزائر المدرسه والمسجد يلعبون دور هام في المجتمع. دونك هذا بعض الاخوان اللي تدخلوا ما فرقوش بين الحقره والعنصريه، باسكو العنصريه كما تعرف هي ضعف الشخصيه، واحد كي ما يقدرش يوصل لحاجه دونك تولي ستان كومبلكس عقده، دونك لا يتقبل الاخر. دونك بارابور الحقره قلت لك بلي النظام منذ 1968 مبني على العنف، داير له تأثيرات حتى في الأحزاب. بس شفت واحد التعليق اللي قال بلي الإسلاميين ما نعرفوش نتحاوروا. نعم. ما قلتش كاع الإسلاميين، لكن الإسلاميين اللي راحوا العنف كما النظام. دونك النظام التربوي راك تشوف يا عندما تشوف وزير تربية يسير مستقبل الأجيال في الجزائر وما عندوش ولادو يقراو في الخارج. دونك له الدليل بلي ما يقدروش يعطوا التوجيه التربوي اللي يساعد باش تطور بلاد، لكن داروا البرنامج تسمحوا لها العبر لتربية الشعب باش يبقاو دائما هما في الحكم. لا راك تشوف واش داروا. لا ربما تقصد المصطلح الحقيقي لترويض الشعب. نعم. وتشوف السيستم الام اللي جابوه للجامعات الجزائريه، دونك ما نقدرش هؤلاء الكفاءات اللي تخرج اليوم ما نشوفش وين راه المستقبل. هل هي الفئه الجماعيه اللي تخرج في دفعات الام دي ما تقدرش تسير البلاد. دونك هما الاولاد هم كيدخلوا البلاد اللي قاروا في انجلترا في فرنسا في لي ايتازوني باش تود تسلحوا بالعين. وايضا بيسك بعض الاخوه اللي تكلموا على الدين نقول لهم بلي اليوم كي نشوفوا المؤسسات الدينيه دونك ونشوف الزوايا اللي كانت من قبل في الثوره كونت ثوريه كعميروش، واليوم نشوف هاد السكي صباح مساء مع العهده الرابعه مع العهده الثالثه، كي نشوف وزاره الشؤون الدينيه المصيره من طرف حزب المرتشي الحزب تاع كيفاش نقولوا الايراندي يسير حزب مؤسسه دينيه. دونك الخلل حتى باسكو بعض الاخوه ذكروا المظاهر الاجتماعيه، مي قلت لك الشيء باسكو لازم نجوز للحلول. نعم تفضل. ها تفضل.
دونك واش نقول الحل اللي نشوفوه باش الحل باش نرفعوا الحقره هذه على الشعب الشعب يعني ايه قلت لك باسكو عندي البوا باسكو الاخوان اللي ردوا باسكو سمعت واحد الكلمه دونك عيط من تعقب اللي قال على حزب جبهه القوى الاشتراكيه علاش ما يقولش في عين صالح دونك نقول بلي البرنامج الحسيني تحمد والحزب ديالو قريت البرنامج ديالو هو حزب الوطني لكن كي تروح لغوات ولا تروح عين صالح ولا وين تروح عندنا مشكله هو ان حزب الافافاس في البرنامج ديالو يدافع بالعلمانية والآخرين يؤمنون بالدولة الإسلامية دونك هذا هو المشكل دونك الشعب الجزائري لا تقبلش هذا الكونسيبت المفهوم العلماني لأن بالنسبة لهم تكون علمانية دونك تهدد الناس في الدين هو في الوحدة الوطنية وهذيك الخطابات الشعبية دونك الحلول يا سنوردين دونك الشن واحد النظام لازم يروح ثانيا لهذه الاحصائيات الاخيره ان الثروه في الجزائر لي جون لاوتسفير دونك لي ملكو الثروه في الجزائر هي 20% دونك 80% راهم بين الطبقه المتوسطه والطبقه الكادحه دونك كي يروحوا هؤلاء الديكتاتوريين والامبرياليين على رأسهم حداد وربراب اللي داروا ثورة في وما نقولش حتى في ربراب وعلي حداد والإسلاميين باسكو الإسلاميين دوكا رجعوا كاع تجار كي تروح الميناء تاع الجزائر راهم كاع يديروا في امبور اكسبورت دوك ما على باليش الثورة اللي داروا هذا النظام ما على باليش وين جابوا هذا الدراهم اللي يسيروا به الاقتصاد دونك راهم يشرو في الاورو في الطريق دونك المافيا السياسوية المافيا الاقتصادية كي يروحوا هادو دوك نقدروا نبنيو من خاصة الجيل اللي كانوا في عمره 20 سنة بين 1990 ودوك عندو كبر مع العنف كبر مع المجازر دوك نحتاج وقت كما احتاجت ألمانيا بعد سقوط هتلر باسكو سي سا كو جو سيرف ميل ما نعرفش اسم المصطلحات بالعربية دونك ميم الشعب الألماني عاش هذه المرحلة للناس اللي كبروا في مرحلة هتلر دونك بلاو يؤمنوا بالتطهير العرقي بلا سوبيريوريتي دي راس يؤمنوا بكل شيء يأتي بالعنف يؤمنوا بالشمولية لوتوريتاريزم دونك سي لي ميم لو نقارنوا بين النظام الهتلر واليوم والنظام الجزائري ما نبقاوش بالاختلاف هما يؤمنوا بالإنسان الأصفر الشباب البلون هذا النظام يؤمن بلي راك مع جماعة المسام يؤمن بلي إذا جيت من العائلة العسكرية حتى اليوم في النظام العسكري دونك هناك بعض العائلات اللي تسيطر والكفاءات العسكرية في الجزائر الحقيقة التي درست في روسيا وفي أمريكا توصل 43 سنة تروح للتقاعد دونك هناك انسكت اللي تسير في الجزائر وعبيت نعطي مثال ما نعيشه اليوم باسكو سمعت واحد من الأخوان أذكر كارل ماكس وذكر انجلز حول مفهوم طبقية دوك الشعب الجزائري اليوم كي قلت لك كي تشوف بلي ثورة في الثروة في الجزائر يمتلكها 5% في الجزائر دوك هذا ما سبق ثورة 1917 في ثورة البولشوفية في روسيا دوك ليني باسكو اليوم يقولوا كيفاش الشيوعية تؤمن بالحال وجدت البلدان تعترف بها لأن لينين فكر لينين فكر كارل ماكس وجد أرض خصبة في هذه البلدان كي تشوف لا جوستيس سوسيال كي تشوف العدالة الاجتماعية معدومة كي تروح اليوم لي شومور البطالين
في الصحراء في بشار في تندور في ورقلة يشوفوا المؤسسات المالتي ناسيونال قدامهم وما يخدموش. كي نروحوا باغ اكزومبل تلقى حداد بدا يبيع في البطاطا 1994 دونك اصبح سي دوزيام ملياردير اون الجيري. كي نشوف الربراب 1984 صافي شد باي ان ديباس با 18000 دينار. دونك اليوم راه مكلاسي بين لي برومي ملياردير اون افريك. دونك الشعب الجزائري اليوم كيشوف كل هذه الزمرة اللي تحكم فيه. كي تشوف راك قلت بلي سعد بوتفليقة راه يتدخل في الأحزاب، نقول لك سي نور الدين قبل سعد بوتفليقة كانت لا فامي تاع الشاذلي. دونك ميم بوضياف الله يرحمه. أنا قلت سعيد بوتفليقة يتدخل في الأحزاب. إيه. لا. قلت لك شك حزب كاين. قلت لك قلت كراه وفي كل ذوك أنا تكلمت على بوتفليقة. قلت لك كاين الناس اللي ذوك يقولوا باللي هما بوتفليقة راهو داير خوه، بمعنى أنه راهو في كل حزب كاين بوتفليقة وكاين خوه. وكاين مرات تلقى سامحني برك نوضح النقطة برك هذه. كاين مرات هو أنك تلقى أنت حزب رئيس حزب ولكن داير خوه والله داير زوجته. دونك هذه قضيه نتاع سعيد خو بوتفليقه ما يشحكر عليه، راها موجوده ممارسه في اغلب الاحزاب للاسف الشديد. بيان سور دونك هذه اللي قلت لك. دونك ميم السيباراتيك هذا كي قلت سعيد بوتفليقه من قبل شاد لي بن جديد صهرو كان والي وخوه كان في مع الزمره الاقتصاديه اللي تنهب في البلاد، حتى بوضياف حكم ستات سيموا. دونك جاب بن سيبو جاب لا فامي ديالو سي سا. دونك هذه دونك موجوده في العقليه باسكو ما عندناش ثقه في الاخر. دونك المؤسسه دونك واحد كي تشوف الحزب باسكو لازم ميم لا سوسيولوجي بوليتيك اذا حبيت نديرو حصه اخرى باش نتكلم على لا سوسيولوجي بوليتيك ان شاء الله. واحد يجيب الاعتماد ليس على اساس نضال وليس على اساس برنامج ليس على اساس كفاءه بل على اساس ولاء. نعم. واحد كي ناظر كي يشوف واحد موسى تواتي جاء من العدل اصبح في 2007 القوة الثالثة في البلاد بدل الديسكور أرجع عدم دونك ما راهوش في السياسة في الساحة السياسية لأنه ليس له نضال. نعم. المهم خلينا الأخ سعيد باش نختموا البرنامج، خلينا في النقطة هذه نتاع كيفاش نحاربوا الحقرة، يعني كجزائريين كلنا يعني كيفاش نوقفوا ضد الحقرة هذه، كيفاش نوقفوا هذه الحقرة هذه وتولي بلاد نتاع حق وبلاد نتاع قانون وبلاد نتاع عدل. دونك دون لغة الخشب باسكو قلت لك في الاولى عندي حساسية تاع لغة الخشب باش نحي الحقرة. اسمع يا سيدي اسمع خلينا من لغة الخشب هذه اهدرنا بلغة الحديد يا سيدي. دونك لا قلت لك باش نبنيو دولة باش نحلو الحقرة لازم الشعب. قلت لك النظام التربوي اللي يعلم الجهوية كي يكون واحد باسكو كاين واحد كي يتكلم على مشكل أمازيغية راهم بلي يتكلم على العنصرية دونك راهو مشكل في المشاكل. لا الجزائريين لازم يتصالحوا بيناتهم. لا لازم سورتو لي جون كي اكتيف دون لا سين بوليتيك سياسيين. نعم. واحد كي ينظم كي اسس حزب ويدير في خطابات سياسيه وفي مخه ما عندوش ثقافه الدوله. دونك هؤلاء الذين يستخدمون الدين في الدين ويستوردون افكار من السعوديه وفي افغانستان. حنا لدينا مذهب لدينا عادات باسكو واحد اليوم رانا في نعيشوها في الجزائر تلقى عادات في القرية ويجي واحد راح أربع أيام لليمن ويرجع ويقول لك بلي في اليمن لازم يديروها لازم هذا الإنسان لازم تدفنوه هكذا. دونك هذه لازم نديرها نونكادرمو لازم الحرب مش كان عندنا ما استوردوش الأفكار لتكسر الطبقية
الطبقية أيضا باسكو ما نتكلمش كشيوعي وكاشتراك. دونك الطبقية اليوم سي لوردين موجودة في الجزائر. نعم. اليوم الطبقة الوسطية بين الطبقة الأوتسفير والطبقة الكادحة، الطبقة الوسطية ما كان ما راهي تزول في الجزائر. وعلى بالك كي تشوف كي تروح طبقة لاكوش مويان، على بالك واش الريزلتا يكون هناك استغلال، لأن اليوم حداد لعين الوزراء اليوم 5 ملايين يخدموا تحت الاجر الادنى لو سميك، دونك خلقوا واش نسموه من الاستغلال. دونك اذا ما درناش الحلول لهذه المشاكل ما نقدرش نتكلموا على كيفاش نحل دون ابسولي دون كيفاش نحل الحقره. والشيء الاخير، هؤلاء الائمه اللي عندهم منابر يتكلموا في الشعب، ولكن للاسف الشعب يسمع للخطابات، باسكو الشعب كيشوف واحد امام يتكلم في الدين دونك راه عالم، راه يعرف في الدين ويعرف. لازم اليوم حتى الدين قبل نقراه اليوم الامام له وعي كله ثقافه. باسكو سمعت واحد قال، سمعت في باسكو هذه ما كنتش نجمعها فصدا، لازم نقولها. واحد كي قال بلي قريت القران في السيج، ومن بعد قال بلي عطى زور بلي دار بعض المجازر، كي كان محسوب بعض المجازر شيء مسموح. دونك هؤلاء اللي داو الجزائر للهويه. وشكرا. شكرا للاخ سعيد. تفضل الاخ عبد القادر، الميكروفون للاخ سعيد. تفضل الاخ عبد القادر، بقونا النقطتين الاخيرتين هذ. شكرا اخي نور الدين، بارك الله فيك، ونشكر الاخ سعيد على التوضيح نتاعه وكذا، وان شاء الله نخرجوا من لوفه الخشب، يعني كما قلت لنا نتكلموا لوفه الزجاج والزجاج. اونتر بارونتيز هذه. على كل حال شوف نور الدين، يعني الخلل وشحال من مره مثلا في البيوت نتاعنا، البيوت نتاعنا طفل صغير يضرب اخته ولو تكون كبيره عليه. نعم. فلما الطفل يضرب اخته، الام نتاعهم واش لا رياكسيون نتاعها، واش تقول له؟ تقول له يا سعدي وليدي كبر ورجع راجل. يعني هذا هو لا رياكسيون نتاع الام تجاه ضرب الطفل الاخت نتاعو. فهذا المثال اللي عطيته هو معروف عند الجزائريين كامل. اولا الطفل أو الطفل يخرج حجار يحجر أخته الأضعف، والطفلة ترجع حجارة كذلك بعد مدة معينة، لأنها لازم تحاكي الأم نتاعها وتخرج كما الأم نتاعها، والأم نتاعهم حجارة أوتوماتيك مو باسكو هي تربيت على الحجرة هذه من الصغر نتاعها. يعني هذا المثال عطيته باش نروحوا للعمق نتاع المشكل. العمق تاع المشكل اخي نور الدين، اخواني الجزائريين والجزائريات، راهو عميق في المجتمع الجزائري. ما نعطولوش غير البعد السياسي، ولا نقولوا النظام هو حجار، ولا الشرطه حجاره، ولا كذا ولا كذا، وانما الامر يعني بعيد يعني عميق جدا. يعني نقدر نقولوا باللي ولا وراثي ولا ما نقدرش نقول وراثي، وانما تراكم. نعم. تراكم من الفتره الاستعماريه. يعني كاين عائلات في الجزائر، ما فيهاش الحجره، داخل الاسره، ولكن الطفل لما يخرج الى الشارع يتحجر ويذوق هذيك الحجره هذيك، فممكن يرجع حجار لما يكون مسؤول، ولا يكون في إدارة ولا كذا. يعني شفنا مثلا احنا كاينين ناس كثيرين اللي دخلوا للجيش لأنه تحجروا، ولا دخلوا للشرطة لأنه تحجروا. لما يدخل هو للجيش ولا يدخل للشرطة كأنه يحتمي بالكلاش ويحتمي كما يقولون المسدس، وشفنا أنه منهم صاروا حجارين كبار، يرجع حجار. هذا هو الواقع. يعني كاين منهم اللي تشوفوه كان ربما كنعجة كما يقولوا، لما دخل المؤسسة نتاع الجيش ولا دخل الشرطة صار ضبع. هذا هو الواقع.
نشوف غير مثلا القصة هذا تاع اللي راهي في اليوتيوب، يعني تاع والي النعامة. نعم بالك شفتها اخي نور الدين؟ نعم شفت والي النعامة، يعني كاين مشكل تاع حوادث المرور في هذيك الطريق تاع، يعني الناحية تاع ولاية النعامة ولا بلدية النعامة. الوالي باش يروح يحل مشكل، شوف كيف يتعامل مع المواطن، كيفاش يتعامل مع المواطن. المواطن يحكي على إشكالية في الواقع وفي الموت وكذا، وهو يقول لهم اسكتوا. وكيف يتعامل مع المواطن؟ يعني يتعامل معاه يعني حقار مباشرة. لأن نجو ندرسوا شخصية الوالي، كان محقورا كذلك، فالمحقور يرجع حقار في جو تاع حقرة. هاو الإشكال أخي نور الدين، إشكال عميق جدا. شوفوا الجزائري يحقر الحيوان، نسينا الحيوان، تلقى على بس عليه يشوف قط يعطيه بحجرة، يشوف كلب يعطيه بحجرة. علاش؟ وش دار لك الكلب؟ وش دار لك؟ لأنه هو تحقر، فهو يعبر عن الحقرة اللي تحقرها بحقرة الغير وبحقرة الأضعف الحيوان. تلقى يمشي هكذا، يلقى وشحال من مرة في الأحياء تاعنا يديروا الضوء في اكزامبل في الكارتيي، ولا تلقى يرفض حجرة ويتصل لامب هذه. يعني لاين الحقرة على الطبيعة على المحيط وهكذا. حقرات حتى ان الاجيال القادمه احنا لما رانا نضيعوا لهم في البلاد، والنظام هذا راه يهلك لهم في الطاقات تاع الانرجي تاع البترول وتاع الغاز وكذا. حقره الشباب، حقره المستقبل، حقره الاجيال تاع المستقبل، حقره الشباب. يعني درك وين انك تلقى انت مثلا واحد يطرطر ويحقر في الشباب، يعني عوض هو انه تعطى الفرصه للشباب، هو أنه يبدع، هو أنه يبتكر، هو أنه يعني شوف أنت ذوك هذا الحماس هذا اللي في المدرجات هذا أنت سانك جبي، لو كان هذا الحماس هذا يستغل ويوظفهم. كان الناس يقول لك إن شعب فنيان ما يحبش يخدم، لماذا؟ خلل وين راهو؟ صحيح. وهذا الحقرة، هذا الحقرة اللي رانا نشوف فيها كما قلت راه يتبعبع في الجزائر، حقرة يعني في البيت، في الحي، في المدرسة، في الإدارة، في العدالة، في السكن العسكرية. ما ننساوش خاوتنا العسكر في الجزائر محقورين، وكل واحد يحقر كل رتبة تحقر الثانية. عندي عائلات عندي عائلة تاعي في الجيش يشتكون مساكن في بالحقرة. كاين المواطن الجزائريين في الحرس الجمهوري يشتكون من الحقرة، حقرة عظيمة في الحرس الجمهوري وهكذا. إذن بيئة أنت حقرة، والحقرة هذه إلى ماذا تؤدي أخي نور الدين؟ تؤدي إلى الانتقام. إنسان لما بعد هذاك المحقور يتسلم كاش منصب ولا كاش ينتقم بطبيعة الحال. الحقرة تؤدي إلى الانتحار، كاين شباب ينتحر ومساكن اللي ما يقدر يدير والو محقور هكذا يروح ينتحر، يقول لك أنا الموت خير. نعم. المهم الموضوع نتاع الحقره والمأساه ربما نناقشوه، لانه ايضا موضوع هذا ثاني موضوع خطير جدا. كثير من الناس تحقروا وقتلوهم، كثير من الناس تحقروا واغتصبوهم، كثير من الناس تحقروا وخرجوهم من الخدمه نتاعهم، كثير من الناس تحقروا في المناصب نتاعهم الى غير ذلك. موضوع ثاني، موضوع واحد اخر ثاني متعلق بالحقره. نعم الاخ عبد القادر. المهم كيفاش الان على جل باش حنا نوقفوا هذا الحقرة، نوقفوا هذا الزحف نتاع الحقرة، كيفاش على جل باش نديروا دولة الحق ودولة العدل، بحيث هو أنه يصير المواطن يعني لا يعني ما يتحقرش في الجزائر. صح. غير بين قوسين الحرقة والهجرة. الحرقة الشباب علاش راه يحرق يا أخوي؟ احنا جزائريين يعني نحبوا بلادنا، وبلادنا في قلوبنا. علاش رانا هنا في بلاد الغربة؟ علاش تراك في فرنسا وانا في كندا وخويا السعيد في اسبانيا والنوري في اسبانيا؟ علاش؟ كل واحد عاش هذا 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 الحقرة في بلاده. فمشكل يعني كبير،
ومشكل معقد ومشكل مركب. ولذلك كما قلت الخلل 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 في الشخصيه تاع الجزائر، الشخصيه تاع الجزائري كيفاش تكون، كيفاش كبر، كيفاش تربى، المحيط اللي عاش فيه، هذا هو الخلل. الخلل راهو ثم الوالي هذا قبل ما يصبح والي او مواطن او طفل، نعم. العسكري قبل ما يكون عسكري او كان طفل خرج من المدرسه والمنظومه التربويه ومن الاسره ومن المحيط. الرئيس بوتفليقه قبل ما يخرج ثاني كذلك كان طفل، وهكذا. اذا المشكل تاع الحجره اللي ما يعني سرطان راهو في المجتمع الجزائري. المشكله نتاعو هي النواه الاساسيه وهي الاسره والفرد والعقليه، العقليه خاصه العقليه. الحل لازم ديناميكيه، لازم ديناميكيه نبداوها من درك. هاك بديتها انت يا اذاعه وطني، لازم الاعلام يتكلم عليها، لازم نواجه بعضنا بعض، لان الحقره رجعت شغل كيما رانا ناكلوا الخبز في الجزائر. شتو الخبز في الجزائر ناكلوه، الحقره كذلك راهي كي الخبز في البلاد. ولذلك اولا لازم نتصارح، يكون مصارحه مع بعضنا بعض، ومن ثم نديروا هذيك الديناميكيه، يشاركوا فيها رجال الاعلام، يشاركوا فيها رجال يعني العلماء النفس الاجتماعي، المثقفين في الجامعات، لازم يطرحوا هذه الاشكاليه، السياسيين كذلك يطرحوا هذا المشكل، وتصرى هذيك الديناميكيه. لما نشوفوا حقره في الحي لازم نتكلموا، لما نشوفوا واحد يحقر حيوان نتكلموا، لازم الى غير ذلك. لازم تكون ديناميكيه، ولازم لها الوقت. العمليه هذا البروسيس هذه ماهوش تاع بين عشيه وضحاها الجزائري يصبح ماهوش حقار، وانما لازم بروسيس، لازم عمليه تتطلب الوقت، ويكونوا عندها يعني الدعم تاع الاعلام، الدعم تاع الجامع، المسجد، الدعم تاع كل المنظمات الجمعويه، المنظمات تاع الجماهيريه، ومن ثم تكون العداله ثاني كذلك. نروحوا للعداله، لان اذا ما كانش عداله والعداله بقات مؤسسه على الرشوه، يعني كيفاش تروح تجيب حقك؟ يعني لما تتحقر وين تروح تشكي؟ ما عندكش وين تشكي. ولذلك كثير من الجزائريين تقول له لما تشكي يقول لك نشكي الشكوى لربي سبحانه، ومن بعد يروح يا اما يقتل، يا اما يحرق، يا اما ينتحر، يا اما ينعزل، يا اما يهمش نفسه، ويا اما يرجع حقار. بينما لو تكون عداله، والعداله هذه قائمه على العدل وقائمه على القانون وفوق الجميع، تراقب الجهاز التنفيذي، تراقب الجهاز كل الاجهزه، فثم الانسان يبدا يخاف. نعم، يبدا يخاف يحقر. نعم، هنايا مثلا اخاف ان نحقر الجار تاعي، نخاف انني نحقر الطفل، نخاف انني نحقر الحيوان، نخاف انني نحقر يعني انسان من راس وخد اخرى، يعني من عرق ثاني. لا، نخاف، لان كاين هناك عداله، والعداله فوق الجميع. اذا الامر لازم له ديناميكيه اخي نور الدين، لازم فيه التربيه، لازم فيه التنشئه، لازم فيه اعاده النظر في القوانين، لازم فيه اصلاح العداله، ولازم فيه نضال. يعني الكلمه تاعي للشبيبه، الشباب لازم نناضلوا باش نحوا هذه الحقره، باش ما نزيدوش نتحقروا، وباش ما نزيدوش نتحقروا في بلادنا، ما لازمش نحقروا بعضنا بعض. هذه هي الكلمه الاخيره تاعي. نعم، شكرا اخ عبد القادر. المهم ربما اذا كان عندكم استعداد ربما نديروا برنامج غدوه فيما يتعلق بالحقره والمأساة، نزيدوا نتحدثوا ايضا على الحقره نتاع المجاهدين، الحقره نتاع الشهداء الى غير ذلك، ربما نخصوا برنامج واحد اخر. بقونا نقطتين. الأخ محمد سعيد من بريطانيا، مرحبا بك أخ محمد سعيد. الخلل وين راهو؟ أعتقد راك كنت تتبع فينا. والحلول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكل المستمعين والمشاركين، الله وأقول السلام عليكم يعني من بلاد الحجرة.
يا خويا بلاد الحقرة هذه وين جايه هذه؟ والله شوف، بلاد الحقرة وبلاد مغلوب مرته كما يقولوا في الشرق الجزائري. راني في هذه البلاد، في بلاد الحقرة. وأحسن دليل على ذلك ما أوفي به يعني من معلومات، ما دام ما زال في الجزائر. نعم. وما زال نحصد في الحقرة كل يوم. نعم. قال لك يا استاذ، قال لك تهلا في روحك، كون عاقل، ما تخشنش راسك. قلت له كيف نخشن راسي؟ قال لك يا استاذ، هاد الناس هذو حقارين بزاف. ايوا. قلت لهم وين راه دوله القانون؟ قال لك كاين دوله البابون، ما كانش دوله القانون. قال لك هاد الناس يا استاذ يستعملوا لغه الحديد، او يعني بعباره اخرى قال لك يستعملوا لغه الحجره. قلت له ما شكون هاد الناس هادو؟ قال لك المسؤولين. قلت له ما شكون المسؤولين هادو؟ هاد المسؤولين هادو ما كانش قوانين، سواء في المؤسسات ولا في الشركات ولا في المجتمع المدني، ولا ما كانش قانون. قال لك روح دخل البلدية وقول له اعطيني لوخ النقمة. واش يقول لك؟ يقول لك رجع من بعد. قال لك راه يعني هذه الظاهرة لاحظتها بعيني يا أخ نور الدين. المواطن يحقر خوه بالفعل. ولهذا السبب يقول لك مغلوب مرضي، يعني من البواب حتى للوزير بدون أي لغة. والخلل وين راهو؟ أخي نور الدين، أولا وقبل كل شيء، ما يؤسفني أن أرى أن هناك شباب التقيت بهم تما، يعني الله يحسن عونهم، أغلبيتهم يشتكوا من هذه الظاهرة، يعني من ظاهرة الحقرة. نعم. والظاهرة هذه اللي همشت الشباب يعني بأغلبيته، ولا الشاب يخاف باش يروح المسؤول ويطلب. هذا حقه، اللي نظرك في حقه. نعم. حقوق تاعه يعني، بدون أي يروح يحلل ويطلب. شفتها بعيني، حتى تدخلت في بعض الحالات، وبعد ما تدخلت شاف الأمور كما يقول لك، أني نتكلم بلغة القانون. قال لك أنت واش تكون، واش دخلك؟ طبعا كما ذكر الإخوة من قبل، أنا كنت أستمع. هو أول وقبل كل شيء، الخلل أخي نور الدين في طبعا في أصحاب المسؤولين الذين يستعملون المناصب، في أي في 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 كل المؤسسات، في الشركات، في أي في 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 أي مكان الآن. حتى واحد اللي حاكم الأخرى، هذاك العساس تاع البارك، تهضر معاه يعطيك لغة، يعطيك النوع، يعني لاكاليتي تاع الحجرة بدون اي شك. تهضر معاه يقول لك اسمع، انا هنا راني معسات، ما تهضرش معايا كيما هكا. فطبعا هذه افه خطيره في المجتمع الجزائري، افه خطيره انتشرت الى حد الفرد نفسه، يعني هذا يحذر هذا كما قلت. الخلل موجود طبعا في السياسه التي انتهجها هذا النظام، يعني منذ هناك شيئين لابد ان يعرف الانسان. فرنسا استعملت سياسه الارض المحروقه، وهذه وقائع تاريخية لا ينكرها أي إنسان يعني يعرف تاريخ الجزائر. أما هذا النظام الغاشم المستبد ولا شرعي، فإنه يستعمل سياسة التخويف والتخدير، و يعني استعمال المناصب المخولة له في إطار كما يقول لك نشر طبعا هذه الثقافة، ثقافة الحجرة، وثقافة كما يقول لك التهديد بشتى أنواعه. أنا لما أقول التهديد يبدأ الإنسان تهديد شفوي، وهذا ما حصل لي أنا في الجزائر. أنا جيت كمدير مشروع، بدأ وقال لك أستاذ، بدأ وقال لك يا سي لباس، ما تقدرش تغيرنا الأخر. كيف ما نقدروش نغيره؟ جيت هنا، ما جيتش هنا باش ندافع على فريق ولا على آخر، جيت هنا باش ندافع على المشروع، والمشروع راه فيه تأخير، والمشروع راه فيه نقص، والمشروع راه فيه سرقة تاع 22 مليون أورو. أشكون اللي راه؟ هذه أموال شعب. لو كان جاء مشروع شركة خاصة معليش، مي هذه أموال دولة، راه مشروع دولة. كيف جيبوا لي ما تخدموا بيا ولا؟ ألو دوروها لي كما قلت أنت دركا. شغل الحضرة قال لك تعس روحك. فطبعا بدا بالتهديد الشفوي، ثم الان يعني يصل، يعني بعد التهديد الشفوي سوف يصل الى تهديد جسدي، هذا الخلل يعني الى غير ذلك. طبعا
الحلول اخي نور الدين يعني ببساطه، هو اولا وقبل كل شيء هو استقلاليه العداله. استقلاليه العداله في الجزائر وتمسكها بالقانون، القانون هو الفصل. ما دام العداله راهي كما يقول لك في يد هؤلاء الناس الذين كما يقول لك يستغلون نفوذ السلطه، فلن لن يعني لن كما يقول لك نقضي على هذا على هذه الظاهره الخطيره الحضرة، سواء في المجتمع المدني وفي في 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 مؤسسات الدوله او في في, في حتى اعلى اعلى هرم في الدوله راه درك فيه الحضرة. تهضر مع انسان كما يقول لك اسكت درك نجيب درك نعيط لك الاخر هك يهضروا يعني على الملا كاش. طبعا من الحلول انا كذلك لابد على الشعب الجزائري ان يستعمل كما يقول لك ان يعرف قوانينهم، عنده حقوق وواجبات. هاي المشكله، كاين الناس اللي يروح يحلل، انا شفتهم قدامي هكا في هذه المره، هذه شفت ناس هو الحق نتاعو ويحلل. علاه تحلل؟ هو حقك يا شيخ، علاه تحلل؟ فطبعا لابد علينا، لابد على الشعب الجزائري، لابد على المنظومه التربويه، لابد على الجمعيات التي تهتم بحقوق الانسان والى غير ذلك، أن تنشر هذا الوعي بأن هناك حقوق وواجبات في القوانين الدستورية المخولة لهذا الفرد والمجتمع المدني والمسؤولين وإلى غير ذلك. فالكل يحترم القانون، إذا ما كانش في احترام في القانون ما يعرفش الإنسان، ما يعرفش القانون نتاعو، الحقوق والواجبات نتاعو، كيفاش تحوس ويتخلص من هذا الحجر؟ مستحيل. هناك كذلك المشكلة اللي راهي واقعة هو طبعا الجهل يعني العام اللي اصبح الان يكثر من هذه الظاهره، حتى اصبح الانسان الشعبي هكا يروح لهذا المسؤول ويزيد يطلب منه باش يحضره. انا لا استطيع فهم هذا، كما قال سيدنا علي ابي طالب رضي الله عنه، الناس من خوف الذل في ذل رضي الله عنه. فلا بد علينا ان ناخذ بعين الاعتبار ان نواجه هذه الظاهره بالقانون، ان نواجه هذه الظاهره بالوعي، ان نواجه هذه الظاهره. انا اتكلم مع الشعب الجزائري، انا اتكلم مع الشباب الجزائري، كلهم مثقفين، اغلبيه الشباب الجزائري الذين يعني خلقوا في الجيل الثالث الان من الثمانينات الى يومنا هذا، راهم كلهم تقريبا طلبه جامعيين، ولا بد عليهم أن يعوا بهذه الأمور، لابد عليهم أن يتمسكوا، لابد عليهم أن يلقنوا درس لهؤلاء المسؤولين الذين طبعا يعني يستعملون نفوذ السلطة في إطار كما يقول لك تدمير وتهميش وتخويف وحجرة المجموعة أو الأغلبية الساحقة ألا وهي الشباب في الجزائر. الشباب اللي يشوف فيه ضايع، وحتى درك ولا هو يخاف يهضروا معايا كيما هذا، التقيت بعده مجموعات. انا نقول لك من ناحيه مباشره، قلت لهم واش هو المشكل تاعك؟ قال لك المشكل تاعنا استاذ الحجره، وين ما نروحوا نلقاو البيبان مغلوقين، واللي نهضروا معاه يجي يسبنا في اطار حقوقنا. ها المشكله والحلول كيفاه؟ قال لك احنا نخدموا شغل يعني في اطار كما يقول لك منفصلين عن هذه السلطه. قلت لهم لا، هذه هي السلطه تاعكم، السلطه ليس كما يقول لك هذه السلطة، لابد أن تعرفوا هي في خدمة الشعب، في خدمة الشباب، في خدمة هذا الشعب، في إطار القوانين طبعا، في إطار القوانين المخولة لها. إذا كان هذه السلطة أو المسؤولين يستعملون نفوذهم، لابد من فضحهم. قال فوالا واش كاين واش كاين، في هناك كما يقول لك إعلام، في لابد على الإعلام أن طبعا أن يساندهم، في هناك كما يقول لك مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن تفضح هؤلاء الناس، لابد أن تفضح. نعطيك مثل أخي نور الدين بلاد، قال لي ما تنشرش هذه. قلت له علاه ما ننشرش؟ هذا طليبه، هذا راح يستعمل في يستعمل في الخدمه الدبلوماسيه في باريس، الوغ هو من القانون الرئاسي لا يسمح له بجواز دبلوماسي، لا يسمح له بجواز دبلوماسي، راه مخترق القانون، لماذا لا تفتحه؟ قال لك هو يدير لك مشاكل وكذا. قلت له واش من مشاكل يا شيخ؟ واش بيك؟ عن شيطان، راه يستعمل في اموال الشعب، راه يخترق في قانون
اللي كما يقول لك الجميع كيف هذا الانسان هذا برلماني يستعمل في خدمه دبلوماسيه في سياره دبلوماسيه وعنده كما يقول لك الحارس نتاعو ولا غير ذلك بالصوره والصوت. اذا لابد علينا ان ناخذ بعين الاعتبار وعي وهذا الخطر سوف يهدد الشباب الجزائري ومما كما قال الاخ عبد القادر البلات وانا اساند رايه من هذا من هذه الناحيه وهذه الافات وهذه الدائره الشباب راه هارب بحلاله الروح وقالوا هالي قالوا والله جو بريفار ندي نروح في فلوكه ولا نقعد في بلادي كما يقول لك الاخر عبيد. فهذا هو ما اريد ان اقوله اخي نوردين. نعم شكرا شكرا الاخ السعيد. الاخ عيسى اعتقد ما تكلمتش انت في القضيه هذه نتاع الحلول دير كلمه الاخ عيسى باش نختموا البرنامج. شكرا الاخ نوردين. الحلول انا نلخصها في الاخوان حكاو بصح زيد كلمه برك على الاخ على اخ سعيد كي قال يحلل بمفهوم يتمسكن بمفهوم يحاول بمفهوم يلحس الصباط باه يجيب حقه وهذا حقه هذا هو المشكل في الجزائر. برك توضح الاخوه بس كي يحلل كان عندها مفهوم اخر ثاني. انا نلخصها في ثلاث حوايج الحلول. الأولى لازمنا مصالحة وطنية حقيقية يعني الشعب كل يتصالح مع بعضه اسمها بقات لا جهوية ولا وحدة وطنية يعني نروحوا كي نتصالحوا بالمصالحة نتلاقاو في وحدة وطنية وهذه من أهم الأشياء. لازم نتوحدوا كجزائريين باللي بلادنا هي الجزائر واحد شريك تخطي راسي وانا راني عندي طوموبيل وخدمه ومتزوج ولاباس بيا تخطي راسي رانا غدوه راح نروح لكلش. والثالثه ثاني اهم شيء ثاني هي التضامن انه الناس تتضامن مع المظلوم تتضامن مع المحقور في كل حي. لازم كي تشوفوا شي كورت موضوع له الكل موش مخري موض وحده لحاني يتضرقوا وكيشغل ما يعنيهم الامر. في كل حي لازم تشوفوا شي كورت مظلوم وكل اذا استلزم الامر علقوه في بوطو وخليه يدفن عليه وكل باللي هذا مرخص ما يستاهلش يقعد في الرود نتاعنا في الحي نتاعنا. لازم تنظروا هذا التضامن لازم يكون في الجزائريين. يا عجبه يا ربي واحد يبراكي ما ينحي لها الساك تاعها ورجال طول وعرض ما يقدرش حتى يقولون على الشيطان وش راك دير. جيل حابس جيل ما عرفوش بيه عزرينه جيل كيلا يشوف السلقة قدامه ما يقدرش حتى يقول له وش راك دير. المرأة ما عندها حتى قوة يدوروا بها زوج ينحولها ساكها وينحولها ذبها ولا ينحولها هي دراهمها وتلقاهم قاعدين في الشوكة يتفرجوا فيها كل كي شغل لا حال لا حياة لمن تنادي. وخلي 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 أنا أعطيت مثال برك هذا أو يشوفوه في بعض الجزائر ويسكتوا. لازم كل حي يتضامن مع المظلوم يتضامنوا مع المحقور يقفوا معاه يحسوا باللي راه دارتك حتى اليوم غدوه دارتي انا. هذه من ضمن الحلول قلت وحده وطنيه مصالحه وتضامن. لازم نتضامنوا هذه هكا باه نمشيو نحاربوا هذه الظاهره الحقره هذه. ولازم اهم ثاني شيء التوعيه التوعية. الناس كل واحد اللي كان الله يوعي بالشي اللي قدر عليه بصح لازم تكون التوعية ثاني في الشارع هي أهم شيء ثاني في الطيب. كاين ناس ما عندهاش انترنت كاين ناس ما طاش انترنت كاين ناس قاعدة برا ما عندها والو قهاوي كيما بكي عنده القهوة والدار هذه خدمته. لازم توعية للناس هذا منه ينشطوا انه يتحركوا انه يقولوا كلمة حق يقولوا كلمة عدل ينصفوا المظلوم يسكتوا ينوضوا الظالم ما يخليوهش يبقى هكا. هذه هي نصيحتي انا وربي يجيب الخير ان شاء الله. وشوفوا يا جزائر هذه كلمة الاخرى والله يوم تعب نشر واحكم غير رايحة الدولة رايحة الواحد الانتقام الجزائر كي ينتقموا بعضهم والله ما يمنع منها واحد لو كنت تبقى بهذه العقليه هذه. ان شاء الله هم يسمعوني كسياسيين ولا مسؤولين ولا مواطنين عاديين والله يوم تعدس الامور غير راح تاكلوا بعضكم
وهذيك الساعه لو كان يجينا احتلال نقول لك ساعات كنشوف بعض نقول يا ربي يجيب احتلال باش ما يبانوا الرجاله باش ما توحدوا الجزائريين. سمعت بانه هما عارفين لو كان يجي احتلال يتوحدوا الجزائريين، بصح هما يحوسوا قتلوا بعضنا دخلونا في بعضنا. ما لا حذاريه الجزائريين، الوقت مازال في يدنا، لازم التوعيه، لازم التضامن، لازم وحده وطنيه، وان شاء الله تنجح الجزائر ونخرجوا الى طريق السلام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا الاخ عيسى. اذا باش نختموا هذا البرنامج نزيد انا بعض النقاط فيما يتعلق باين الخلل والحلول. فيما يتعلق بالخلل، الخلل هو نتيجه نتاع تراكمات. هذا الحقره اللي الان ذكرها موجوده هي ليست وليدة اليوم، وإنما نتيجة نتاع تراكمات، يعني جات نتيجة نتاع الاحتلال بالإضافة إلى النتيجة ديك نتاع الانتقام، نتيجة نتاع الاحتقار نتاع المواطن الجزائري. وفيما بعد الناس اللي هما قبضوا السلطة ساهموا يعني ومارسوا، يعني منهم اللي مارس السياسة نتاع الاستعمار، يعني راح الاحتلال استبدل باحتلال واحد اخر في قوالب واحد اخرى. يعني اللي كان في الاداره كان يمارس في الحقره، يمارس فيها على الزواليه، يمارس فيها على الفقراء، على اليتامى، يمارس فيها على المجاهدين. كاينين الناس اللي راهم مجاهدين محقورين، وكاينين اللي حركه وداروا لهم بطاقات نتاع مجاهدين يتمارس على ابناء الشهداء. كاينين اللي بنو مات في معركه محقور، وكاين اللي واحد جاء في الطريق دهمته ماشينا قلبوه ما قلبوه شهيد. وهكذا الحقرة مورست على الشعب الجزائري، مورست في الأسرة، مورست في التعليم، مورست حتى في المساجد. في المساجد الناس وين تصلي القبلة واحدة وتمارس مرات الحقرة حتى داخل المسجد، يعني إمام ينحيوه والله إمام يحطوه بالقوة. بالإضافة إلى أنه مرات الإمام تلقاه هو يخطب ويستفز في المصلين، يعتبرهم كأنهم غنم. إذن الحقرة مورست بشتى الأشكال في كل المواقع. إذن هي الخلل، هي الخلل هو في الفرد الجزائري، الخلل هو في النفسية. وعلى جل باش نعالجوا هذه المشكلة لازم الناس كلها تتجند، لازم يكون عمل جماعي. وكما كان يقول الأخ عيسى في المسألة نتاع التضامن، هذه لازم يكون عمل جماعي. لماذا؟ لأنه درك مثلا لو يحقر واحد في الطريق، يتحقر واحد، أو مثلا في الإعلام يتحقر واحد، والناس ينوضوا، ينوضوا على جلب هما يردوا له هذيك المظلمة نتاعو. واحد ما عاد يتحقر، لكن لما ذوكم ما يحقروا في واحد يهزوه يبهبتوه يضربوه وانت راك قاعد تتفرج، انت راك متواطئ مع هذ الحقارين، بل راك حقار منهم. هما راهم حقارين يمارسوا في الحقرة وانت راك تتلذذ بالحقرة. اذا كان حبيت انت ما تكونش حقار لازم توقف ضد الحقارين، كل واحد والمستوى نتاعو. اللي راهو في وسيله اعلاميه يحارب الحقره، اللي عنده صفحه في الفيسبوك يحارب الحقره، اللي عنده صفحه في اليوتيوب يحارب الحقره، وكل الناس تتعاون من اجل على جل باش تكون هناك عداله ويكون هناك تكافؤ نتاع فرص. والحقره هذه الان راها صارت كانها ثقافه، صار الانسان الحقار هذاك ينظر له كأنه إنسان بطل. فيما الإنسان هذاك اللي هو موش حقار، والإنسان هذاك اللي هو يتبع القانون، والإنسان هذاك اللي هو ما يستجيبش لهذيك الاستفزازات ولهذيك الاستدراجات وكذا، يصير وكأنه إنسان متخلف، ويصير وكأنه إنسان كما يقوله راهو يتحدث في لغة الخشب. بالعكس، هذاك الإنسان اللي راهو يمسك في الأعصاب نتاعو، هذاك الانسان راهو عنده قوه اللي ما يمتلكهاش الحقار، لانه هذا الحقار هو في الاصل جبان، في الاصل جبان، هذا الحقار جبان. الانسان القوي ما يحقرش،
تلقى درك مثلا مرات واحد راه عنده ست يمضان في الكاراتي ويجي ليه واحد راه كيما يقولوا يوسي عليه، وهذاك مادام راه هو متمكن على باله باللي لو كان يعطيه ضربه ما يزيدش ينوض، مخلي عليه مخلي عليه راه يمارس في الحقره نتاعو هذه. الحقار جبان، والانسان هذاك اللي هو لا يستجيب لهذيك الاستفزازات تلقاه هو قوي عنده القوه. إذن الموضوع هذا هو متشعب كثير، لا شك هو أنه رانا من خلال الأفكار هذه اللي أثرناها رانا فتحنا الشهية ربما للناس اللي يعني حابين يعالجوا هذا الموضوع. لا شك هو أنه هناك كثير من الأنواع نتاع الحقرة، الحقرة راها موجودة في كل القطاعات، موجودة في الأسرة، موجودة في المجتمع، موجودة في السلطة، موجودة في الإدارة، موجودة في الأحزاب، موجودة في الفلاحة، موجودة في السياحة، موجودة في الثقافة، موجودة في الإعلام، موجودة في النقل، موجودة في الطرقات، موجودة عند الشرطة، موجودة عند الجيش، موجودة في المخابرات، موجودة في كل مجال. حقرارها موجودة في كل قطاع. لذلك لابد هو أنه نتعاون على جل باش نبنيو دولة نتاع حق ونتاع قانون، دولة اللي يلقى فيها روحه الجزائري مهما كانت الخلفية نتاعو، ومهما كانت الثقافة نتاعو، ومهما كانت المشارب نتاعو، هو جزائري كافر ملحد يؤمن وطني ديمقراطي علماني، يعبد في الشجر يعبد في البقر، خدام بطال مريض صحيح جاهل عالم، الجزائر تاعو، الجزائر تاع الناس كل، ماهيش نتاع فصيل معين والله نتاع منطقة معينة، الجزائر تاع الناس كل. ونتنافسوا على الخير، نتنافسوا من أجل خدمة البلاد والإنسان اللي يخدم البلاد نتحيولو، نقولوا له بارك الله فيك. كان في الجيش، كان في المخابرات، كان في الشرطة، كان في القبايلي عربي شاوي ترقي مزابي ما يهمنيش، مادام راهو يخدم في البلاد نتحيلو. إنسان اللي راهو يدمر في البلاد نقف ضده، راهو من العائلة نتاعي، من الأسرة نتاعي، من القبيلة نتاعي، من المنطقة نتاعي، من الحزب نتاعي، نقف ضده لأنه راهو يدمر في البلاد. إذا كان وصلنا لهذه الثقافة أنا على يقين من أنه رانا رايحين نقف بالبلاد. صحيح الأخ سمير، نعم كاين هناك الكثير، الأخ نوري، كثير من الانواع نتاع الحقره. دوك انت ذكرتني في القضيه نتاع الاطباء هذه الاخ سمير، صحيح مرات تلقى انت طبيب يحقر في مريض، ومرات العكس تلقى طبيب مريض يحقر في طبيب. كيف كاين الحقره الفكريه هذه، انا تحدثنا عليها قبل الاخ نوري بشكل واحد اخر نتاع انه كاتب يحقر كاتب واحد اخر. المهم كاين هناك انواع كثيره في المهم الموضوع هذا لو كان نغوصوا فيه ما راناش راح نسكتوا. المهم حاولنا الاخوه والاخوات قدر الإمكان هو أننا نفيدكم بالشيء اللي نعرفه، لا شك هو أنه رانا فتحنا لكم الشهية، ولا شك هو أنه راكم اكتشفتوا من خلال هذا الموضوع زوايا مختلفة. نتمنى هو أنه رانا أفدناكم. إذا كان حبيتوا الإخوة على جل باش نزيدوا نناقشوا الموضوع نتاع الحقرة غدوة في الموضوع نتاع المأساة، نزيدوا نناقشوا الموضوع هذا، نزيدوا ربما نعطيه له حقه. نلتقي إن شاء الله إذن في فرصة واحدة أخرى. أشكر كل الإخوة اللي شاركوا معنا في هذا البرنامج، الأخ نوري من إسبانيا، عيسى من كندا، أمين من قسنطينة، مولود من بريطانيا، سمير من أمريكا، سعيد من إسبانيا، فؤاد من فرنسا، عبد العزيز أعتقد من البوليدة، والأخ اللي دخلت معنا عبد الله من بلعباس للأسف الشديد هو أنه ما قدرش يشارك معنا، مانيش عارف ربما حشم ولا مانيش عارف. المهم أتمنى هو أنه المرة القادمة إن شاء الله على جل باش تشارك معنا. عبد القادر من كندا، والأخ سعيد من بريطانيا. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى ذلك من حين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم.
الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع.